يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وفقره اخرى من حلقه الاهلي الليله النهارده. حلقه في الحقيقه مهمه جدا جدا جدا، لان معانا في الفقره الثانيه يعني ضيف عزيز ومهم ومن احد نجوم النادي الاهلي اللي ساهموا في العديد والعديد من البطولات مع فريق النادي الاهلي، حتى لو الاصابه عطلته شويه، لكن قبل الاصابه وبعد الاصابه كمان ساهم في بطولات مهمه جدا جدا مع النادي الاهلي. هنتكلم معاه باستفاضه وهنعرف كل الاسرار اللي بتخصه والفتره اللي فاتت اللي كانت صعبه عليه بالتحديد. هو اكيد نجم دولي كبير، اكيد معانا النهارده عمرو جمال نجم النادي الاهلي. منور عمور. بنورك، انا طبعا برحب بك يا امير، وبرحب بكل طبعا متابعين وجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا دلوقتي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. وحش كل جمهور النادي الاهلي، بقالك فتره ما بتطلعش. ليا فتره كبيره فعلا ما بطلعش، وحبيت النهارده ان انا بقى موجود معاك النهارده ونتكلم براحتنا ان شاء الله في حاجات كتير مهمه باذن الله. ان شاء الله النهارده مشرفنا دايما عمرو. خلينا في البدايه كده نروح نشوف هذا التقرير الصوتي عن عمرو جمال ونرجع مره ثانيه. هو مرفوعة بشكل رائع، هوب هوب هوب، جول عن طريق الصغير القناص عمرو جمال. على اليمين جميلة طيب، محاولة موجودة وعرضية عالية خطيرة جدا والرصاية والهدف. عمرو جمال مستقبل النادي الأهلي المشرق، الصاروخ الأهلاوي الجديد. لقب الكرة بيسرى موسى يدعو، هوب 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 هوب، جول، هدف في منتهى الروعة عن طريق الصغير دائما عمرو جمال. اخترق قلوب وعشاق جماهير النادي الأهلي مبكرا منذ انضمامه للفريق قادما من صعيد مصر الطيب، رغم أن عمرو جمال ظهر بالمارد الأحمر وسط جيل العمالقة، لكنه حفر لنفسه اسما بات له مكانة ومكانة في قلعة الجزيرة، غزال الكرة المصرية. على اليمين جميلة طيب، محاولة موجودة وعرضية عالية خطيرة جدا والرصاية والهدف، جوه الجول. عمرو جمال مستقبل النادي الأهلي المشرق، الصاروخ الأهلاوي الجديد. ولد عام 1991 بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، انطلق من النادي العريق الألمنيوم الذي كان سببا رئيسيا في تعاقد الأهلي معه وهو لم يكمل 18 عام، سرعان ما حصل على فرصته في الفريق بفضل موهبته، تنبأ له مدربوه بأنه سيكون خليفة عماد متعب وجلاد الحراس أحمد بلال. والسندة والتصويب القوية، لم تمضي شهور قليلة حتى كان الغزال في الفريق الأول، اجتهد وثابر واستمع للنصائح من جيل العمالقة حتى بات المهاجم الأساسي للقلعة الحمراء التي منها شق طريقه إلى منتخب مصر. غزال الكرة المصرية لأول مرة منذ فترة طويلة في الأهلي الليلة على قناة الأهلي. مقوسة مرفوعة بشكل رائع، هوب هوب هوب، جول عن طريق الصغير القناص عمرو جمال. على اليمين جميلة طيب، محاولة موجودة وعرضية عالية خطيرة جدا والرصاية والهدف. عمرو جمال مستقبل النادي الأهلي المشرق، الصاروخ الأهلاوي الجديد. لقب الكرة بيسرى موسى يدعو، هوب 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 هوب، جول، هدف في منتهى. يعني في الحقيقة تقرير أكثر من رائع عن مختصر لمسيرة عمرو جمال حتى الآن مع النادي الأهلي، وهو في الحقيقة يعني حقق العديد من الأهداف والألقاب الهامة بالنسبة للنادي الأهلي. تقرير مهم يا عمرو ومسيرة طويلة، أنت حابب تبتدي منين؟ زي ما أنت عايز. طب خلينا نبتدي من الآخر. أخيرا تم انقياد عمرو جمال في قائمة النادي الأهلي المحلية، وكانت أكيد فترة صعبة. كواليس القيد كانت ماشية بالنسبة لك إزاي؟ خصوصا إن أنت أكيد كان عندك عروض كتير سواء في الدوري المصري أو خارج الدوري المصري. والله أنا من ساعة ما رجعت يا أمير ورجعت النادي، انا الناس كتير ما تعرفوش ان انا كانت فتره اعارتي تخلص في 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 هايكو في فنلندا، كانت 5/8 وده كان خلاص القيد بتاعنا في مصر قفل. وكان الاتصالات اللي كانت ما بيني وبين النادي الفتره دي كانت ان انا هرجع متاخر، فانا طبعا هكمل الاعاره عشان خاطر الظروف اللي انا وانا كنت موافق عليها قبل ما اطلع الاعاره. يعني اللي هي بتتمثل في ايه الظروف؟ ان انا ما كانش قدامي يعني انا في جوهانسبرج لما حصل ان انا قطعت الاعاره وبتاع، انا قطعت الاعاره في شهر 3 فما كانش في حق، ما كانش، وكان خلاص كاس عالم كان في شهر 5 فما كانش قدامي حلول كتير يعني. لغايه ما توصلنا باتفاق مع اكبر فرق في فنلندا هناك ان انا اروح العب عندهم الفتره دي، فكان الاتفاق ما ينفعش اقل من يوم 5/8 يعني. فقدرنا ان احنا ان انا اروح،
فده حظي يعني. الظروف كانتش كويسه ان انا في مصر قرروا ان هم يقفلوا باب القيد يوم 30/7، وده كان نادرا ان بيحصل يعني ان احنا نقفل. هو المفروض عاده في العالم كله بيقفل 31/8. 31/8 احنا خدنا قرار غير الناس والقيد قفل يوم 30/7. فانا اضطريت يعني ان انا كنت موافق ان انا يعني اكمل عارتي بره. رجعت طبعا قعدت يعني الفتره دي بتمرن مع النادي واشوف الظروف لغايه اخر لحظه. كان جاي لي حاجات من المغرب وجاي لي حاجات في كذا مكان، لغايه في اكتر حاجه كنت مستنيها كانت الفرقه بتاعه البرتغال اللي هي فيتوريا سيبيتوال. فلغايه اخر يوم الموضوع وقف بسبب كشف الطبي، وكنا خلاص مضينا كل حاجه والنادي مضى كل حاجه. كان في مشكله في الكشف الطبي ان انا مش هلحق الكشف الطبي، فكانوا عايزين يعني بنود تعاقديه ما يعرفهاش غير النادي الاهلي وهم هناك، وبين الوكيل اللي كان موجود معايا ما كانش ينفع يعني ان انا اخد الريسك واطلع واعمل القصه دي يعني. فالموضوع باظ في اخر فتره. بعدين جت في المغرب وكذا، فانا شفت يعني ان انا ممكن الفترة دي اعملها كاستعداد كويس اول شهر واحد، وحطيت لنفسي تارجت ان انا اكمل مع النادي او يجي لي عرض خارجي قوي يعني، بس حطيت الاولوية للنادي الاهلي يعني. فاول شهر واحد وجهزت نفسي كويس واتمرنت كويس جدا يعني، ده اللي انا بعمله على طول يعني. فجه طبعا في اول شهر واحد ابتدت الناس تكلم كابتن سادة وحفيظ كان رجع النادي، وكانت اول فرقة كلموه يعني كان الكابتن نبيل ابو زيد النجم الساحلي، وانا رحت قعدت مع الكابتن سيد. وكابتن سيد قال لي انا عايزك في النادي وعايزك موجود هنا مع الفرقه، وانا بنعمل فرقه قويه من شهر واحد. ده الكلام ده مؤخرا. انت عنصر مهم، وانا رافض اي حاجه تجيلك الفتره دي، وخلاص ركز مع الفرقه وانا عايزك هنا. وده اللي كان اتفاق ما بيني وكابتن سيد يعني، لغايه اخر 3-4 عروض جولي كان الموضوع مرفوض تماما. لغايه ما جه مستر مارتن لاسارتي وابتدى يتفرج على الفرقه كلها يعني، ما كانش في وقت كتير، بس الحمد لله يعني الواحد واثق في نفسه كويس قوي وعارف ان هو الملعب ده بتاعه مش بتاع حد تاني، وراجل بيتفرج على الناس وشاف ان انا الحمد لله ان انا لازم ابقى موجود يعني. ما فكرتش ان انت تفضل ان انت تطلع مثلا اعاره 6 شهور او تنتقل لنادي اخر، وممكن تكون الفرص متاحه بالنسبه لك ان انت تشارك بصفه اساسيه، خصوصا ان انت غايب بقالك فتره غصب عنك مش متواجد في الفريق او مش متواجد في ارضيه الملعب، في ظل كمان تواجد وليد ازارو وصلاح محسن كمان مروان محسن وجونيور اجاي مؤخرا كمان بيلعب في هذا المركز. ما فكرتش ان الافضل مثلا بالنسبه لعمرو جمال من وجهه نظرك انت ان هو يطلع اعاره 6 شهور دول مثلا؟ انا شايف ان طبعا يعني عايز اكد طبعا ان الموضوع مش سهل خالص دلوقتي في الفرقه، والدخول مش سهل واللعب مش سهل في الفرقه. طبعا انا واثق في نفسي كويس جدا ان انا ممكن انافس حتى لو كنت بعيد. انا من الناس اللي حتى لما ببعد ولا باجي اشارك يمكن ممكن الفورمه بتبقاش 100%، لكن انا من نوعيه اللعيبه اللي الحمد لله يعني لما بتبعد ما بتبعدش بشكل كبير يعني. لكن حته التفكير اكيد فكرت، لان انا ما اوريش حاجه غير الكوره ان انا افكر يعني. تمام. التفكير كان ان انا اطلع واشوف وكذا، وفعلا وده اللي انا اتكلمت مع الكابتن سيد فيه، لكن احنا كنا يعني اخر التفكير بتاعنا ان انا لازم اركز هنا وانافس هنا. والفتره طبعا اللي فاتت علمتنا حاجات كتير برضه يا امير يعني. علمتنا حاجات كتير في القرارات بالذات يعني. فانا سمعت المره دي سمعت بنصيحه الصوت العالي يعني، انا فكرت مع كابتن سيد بصوت عالي، وانا حاسس ان الوقت ده كان النادي يعني النادي ان هو ياخد قرار انه يقعدني هو ده الافضل ليا يعني. انا سبت قرار للنادي وانا ما خدتش انا قرار يعني، انا سبت النادي ياخد قرار يعني لسه متمسك بيك. وسبت نفس الملعب. انا يعني الكلام ده حصل من اول شهر واحد، بس انا ما حبيتش يعني انا ما بتكلمش، فسبت الامور تمشي طبيعيه. والامور لغايه ما النادي هو اللي اعلن، والامور بس اتاخرت لاخر يومين، بس دي حاجات تخص النادي يعني انا ماليش دعوه بيها. انا ماليش غير الملعب، والملعب هو اللي هيتكلم يعني. بالظبط. طيب ده كلام مهم وتحدي مهم جدا من عمرو جمال. خليني اقول لكم بس مستنيين طبعا ردود افعالكم وتواصلكم معانا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه، سواء على فيسبوك او تويتر او انستجرام، هاشتاج حلقتنا النهارده او فقرتنا النهارده اسال عمرو جمال. اي سؤال انتم عايزين تسالوه لنجم النادي الاهلي عمرو جمال هنقراه معاكم على الهواء ونساله لعمرو عشان يجاوب عليه. طيب بعد نهائي كاس مصر مع المصري، مباراة كانت أكثر من رائعة السنة اللي قبل اللي فاتت على طول، وأحرزت هدف، كنت نازل بديل وأحرزت هدف وصنعت الهدف الثاني رغم صعوبة الموقف، والمصري كان متقدم 1-0. البعض قال عمرو نزل وشارك وقدر إن هو يساهم بشكل كبير جدا وابتدى الفورمة بتاعته ترجع،
ما فكرتش في لحظه من اللحظات بعد نهايه المباراه وفوزك بكاس مصر مع الفريق ان انت تلغي الاعاره او تلغي انتقالك لبيدفست في جنوب افريقيا وتكمل مع النادي الاهلي؟ بص يا امير، يعني يمكن ما حدش يعرف الكواليس دي كتير. فقبل ماتش المصري بفتره مش ممكن اسبوعين او 3 اسابيع، اتكلمت انا مع الكابتن حسام البدري وقلت له ان انا يعني الفتره فاتت ما بشاركش كتير بس بروح المنتخب ومتواجد، وقلت له انا عندي الاهلي بالنسبه لي رقم واحد وكده، لكن انا لو دوري قليل قول لي، انا ممكن اروح اطلع واتكلم واشتغل فتره كبيره، اشتغل سنه بره اشتغلها، مش بس ان انا اجيب عدد اجوان كتير او حاجه، رجلي تبقى في الملعب لمده سنه وبعدين تعالى لعبني قدام اي حد وخلينا اتنافس مع اي حد. الكابتن ساعتها كابتن حسام يعني الموضوع ما كانش ماشي بما يعني ما كانش راضي وبطوله افريقيا وكده، وفعلا لعبت معاه ماتش القطن الكاميروني وكنت موفق جدا الحمد لله، وكان ليا فتره كبيره ما بلعبش ولعبت وكنت موفق وجبت جونين. جت بعدها البطوله العربيه بعدت وكان جه وليد، فحسيت ان برضو انا كعمر لما قعدت مع نفسي حسيت ان في اتجاه برضو ان رايح ان انا ممكن برضو يعني هتبقى مش حكايه منافسه، انت بتبقى جايب لعيب كتير هياخد فرصته طبيعي، وانا كان قدامي كاس عالم وكان عندي هدف، انا دايما الاهلي بيبقى في اولوياتي مش هقول لك، بس انا كعمر انا حسيت ان بدل ما في اكتر من فرودي النادي مش هيتاثر فنيا، ده الكلام اللي كان ماشي، وكان في رفض في الاول يعني لغايه طبعا اخر بعد البطوله العربيه، انا ما لعبتش كتير في البطوله العربيه وجه كام ماتش في الكاس برده ما لعبتش، فكان كنا اتفقنا ان انا خلاص خدت القرار ان انا اروح وعملنا كل حاجه واتفقنا، مع ان انا في الفتره دي كنت برده هداف الكاس يعني، فما خدت القرار ان انا اطلع السنه دي مش عشان خاطر ان انا عايز اطلع واحترف وكده خالص يعني. الاحتراف بيبقى حلم اي لعيب، بس كان الهدف الاساسي ان انا رجلي في الملعب، وان انا اقول للناس واقول لنفسي ان انا لما هتبقى رجلي في الملعب وارجع هبقى اقوى من الاول، ان انا ارجع اقوى من الاول، ده كان الهدف الاساسي ليا ان انا رجلي تبقى كتير في الملعب وارجع النادي بشكل مختلف سواء بدنيا فنيا كل الكلام ده. بس فانا بعد ماتش المصري طبعا يعني لعبت في ظروف صعبه والاهلي كان غايب عنه الكاس من مده 10 سنين، وظروف الماتش يعني ممكن انت يعني ظروف الخساره ومن المصري الموضوع صعب علينا كلاعيبه، يعني انا كنت قاعد على الدكه مش مصدق ان الماتش ممكن يخلص كده يعني. فالحمد لله نزلت وانا دايما على طول يعني حتى لو ما بلعبش ما بقصرش يعني مش هقصر يعني عشان مجهودك بيجي في حاجه زي ماتش المصري كده بالظبط، زي ما انا كان مجهودي قبل ما ابتدي اللعب مع الفريق الاول كان مجهود كبير قوي على مده سنتين ثلاثه بتمرن بسمع في الاول، اول 5 دقايق لعبت مع الفريق الاول انا ربنا وفق، فانت مجهودك كله بيتلخص في لقطه في لقطه زي لقطه ماتش المصري، والحمد لله قدرت ان انا اجيب جون واشارك في بطوله، ان انا فعلا كنت هداف البطوله دي، كنت اكتر لعيب جايب جوان مع النادي، هداف البطوله اصلا هداف الكاس، وكنت اكتر لعيب جايب اسيستات عامل اسيستات في الكاس وكنت سبب رئيسي. بعدها طبعا الباشمهندس محمود بعت لي طبعا الباشمهندس محمود رئيس النادي الاهلي بعت لي كابتن لا الست اللي هو شيرين شمس عشان عارف ان هو المدير التنفيذي في هذا التوقيت، واتكلمت معاه وقلت له الموضوع ملهوش دعوه يعني خالص النادي، انا اللي انا بعمله ده عشان النادي يعني، انا مش رايح، انا رايح عشان ارجع النادي اقوى كبدنيا وفنيا، وهو سمع وجهه نظري لان انا كانت وجهه نظري في الوقت ده فعلا ان انا كان نفسي ارجع النادي بطريقه اقوى وشكل احسن، فكان قراري برضو كان صعب عليا جدا لان انا فعلا من اول يوم لا يعني فتره قعدت فتره هناك مش مصدق ان انا لابس تيشيرت غير تيشيرت النادي، لكن انا شايف يعني ان انا كان القرار في وقته كان صح يعني. ما حصلش اي محاولات من كابتن حسام البدري لاثنائك عن هذا القرار؟ كابتن حسام حاول واتكلم معايا في الموضوع بس حس ان انا رغبتي اقوى يعني في ان انا امشي، ودي حاجه انا مش مكسوف ان انا اقولها لانها كانت حاجه في 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 ظل الكلام ده كنت بعملها عشان خاطر النادي مش بعملها عشان خاطر نفسي. طيب شايف ان انت اتظلمت شويه في عهد كابتن حسام البدري يا عمرو، خصوصا ان انت في بعض الاحيان ممكن ما كنتش بتلعب بشكل اساسي في الفريق، لكن لما كنت بتلعب كنت بتبتدي ترجع بتجيب اهداف وبعد كده بتقعد على الدكه تاني، هل شايف ان انت اتظلمت في عهد كابتن حسام البدري؟ انا شايف ان الظروف ما خدمتنيش في اوقات كتير كمان في مؤخرا مع النادي الاهلي مش مع كابتن حسام بس يعني، ويمكن الكلام اللي انا اكلمه لك ده انا يعني بتكلم مع ناس كبيره فيه وبتكلم مع نفسي فيه يعني، انا الظروف ما خدمتنيش في حته مع كابتن حسام برضو، لما كابتن حسام رجع انا بدات مع الموسم عادي جدا
بعدين كابتن حسام كان الاهلي كان برضو يعني كابتن حسام دعم، وده العاده ان النادي الاهلي على طول بيدعم الاماكن المهمه اللي بتبقى موجوده في الفريق، دعم يعني شايف دعم الفريق، فالفرصه بدات برضو تبقى صغيره. بس لما كنت بلعب بادي، يمكن كنت ببقى بقى سعيد طبعا، مش نسبه اللعب برضو، نسبه اللعب القليل بتقلل معاك التهديف، بتقلل طبعاً. لان من اكتر المراكز اللي بتتاثر في الملعب الفرود، ان انت تبعد فرود عن الملعب كتير، وحتى لو هو بيتمرن كويس وفت وكويس جدا الماتش بيبقى مختلف. فحسيت ان انا ما خدتش اللي انا استاهله، والظروف ما ساعدتنيش، انا ما خدتش في الفتره دي اللي انا استاهله، ان انا اللي عدد انا كنت دقايق لعب اكتر في عدد الدقايق خالص يعني. وحتى في ظروف اللعب يعني انا كنت بلعب ساعات ماتشات بتبقى متكهربة، وكان بيبقى فيه تعادل او خساره، بس كنت بلعب 5 دقايق، بلعب 10 دقايق. انا عارف ان ممكن ان التوفيق بيجي، بس التوفيق في الوقت ده ما بيبقاش النسبه عاليه، النسبه بتبقاش النسبه عاليه. فانت طب انت هتحكم عليا، انا ممكن اقعد 6 ماتشات ما بلعبش، ما بشاركش، بتمرن كويس، فاجي العب تلت ساعه، فانت من تلت ساعه انت بتحكم عليا ازاي؟ هشتغل في التلت ساعه، لو ما وفقتش وجبت جون يبقى انا وحش، يبقى انا بتمرن وحش او شغال وحش. فانا شايف التقييم كان في الفتره دي بالنسبه لي ما كانش عادل يعني، ما كانش عادل. يمكن انا في وقت قصرت جدا مع نفسي، وانا بعترف يعني، بعترف ان في وقت انا قصرت فيه. لو اي وقت الوقت تفكيري خدني فيه جدا يعني، وقت مستر مارتن يول وفي فتره معينه. انا بدات مع مستر مارتن يول كويس جدا، من اول ماتش نزلت لعبت معاه المنقصه جبت جون في اخر 10 دقايق. ابتدى مستر مارتن كان رقم واحد عنده ايفونا في الفتره دي. فانا ابتديت العب معاه اول ماتش نزلت جبت جون، بدات برضو اقعد على الدكه. انا كان الفتره دي كلها من بعد الصليبي يعني، يمكن كنت يعني من بعد كمان، مش من بعد الصليبي على طول يعني، من بعد 6 شهور من بعد ما رجعت الملعب مصريبي، كنت ابتديت عايز العب كميه ماتشات كتيره يعني، لان طبيعي انت بترجع انت بتبقى محدش يفهم الموضوع ده غير اللعيب اللي اتعور او اللي اتصاب الاصابه دي يعني. بتبقى محتاج عدد ماتشات كتير عشان ترجع على الاقل فنيا بدنيا وبعدين فنيا. فانا كنت بقعد احاول ان انا اعمل اي حاجه عشان العب نسبه الماتشات دي واساعد نفسي، مع ان النادي الاهلي ما بيصبرش، ما حدش بيصبر، انت بتلعب على ضغط بطوله وضغط جمهور وضغط مكسب. فالموضوع مش ضغط بس ان انت تبقى كويس، مش الشرط ان انا ممكن ابقى كويس والفرقه تخسر 4-5. انت بتلعب في فرقه جماعيه واسمها النادي الاهلي، فالموضوع مش صغير، لا الموضوع كبير وكبير قوي. فانا في الفتره دي طبعا مع مستر مارتن ابتديت اسمع كلامه، وكنت بروح المنتخب طبعا، وكنت ببقى رقم واحد او رقم اتنين ساعات في المنتخب، لغايه ما جيت فتره مع مستر مارتن انا اللي ركبت يعني، بعد ماتش نيجيريا تحديدا مع منتخب مصر وصعدنا لافريقيا. انا ركبت، لعبت اول ماتش جبت معاه جون، تاني ماتش عملت ماتش كويس، ثالث ماتش لعبت معاه في يانج افريكانز جبت جون. رجعنا نلعب يانج افريكانز وصعدنا من هنا من مصر في الدور ال 32 للدور المجموعات. وبعدها رحنا ماتش كان عندنا سموحه، لقيت ماستر مارتن يعني قعد معايا وقال لي احنا هنلعب بفرودين وكده. وبعدين ثاني يوم لظروف طبعا فنيه هو غير ولعب بفرود واحد، لعب بايفونا. غير وجهه نظره ولعب بايفونا في الفتره دي، في الوقت ده في يوم ماتش سموحه، وانا كنت واخد 3-4 ماتشات، عامل نسبة جوان كويسة، وابتديت ان انا ابقى رجلي في الملعب. وحتة ان انا رجلي في الملعب بحس بيها وانا في الملعب ثابت في الملعب طبعا. فبعدين زعلت جدا واتكلمت مع مستر مارتن، وحصل ان انا في الاوضة كنت زعلان جدا، وجه كلمني وبتاع. بعدين يعني حصلت زي شدة كده في اوضة اللبس، ما وهو ما تقبلش الموضوع. ف ما بينك وبين مستر مارتن لا يعني كان الكلام كان فيه شده وكده، وبعدين هو يعني زعل من الموقف يعني، انا هو فاهم الموقف بطريقه غلط، بس انا كنت زعلان حتى ما رحتش ان انا افهمه الموقف ده. بعدين فوجئت ان انا لعبت بقيت بره السكور بتاع 5 ماتشات 6 ماتشات. دي غلطه من وجهه نظرك ان انت ما رحتش تفهمه وجهه نظرك بالشكل المطلوب. انا ما رحتش اتكلمت معاه وسبت، قلت ان انا هتمرن اجمد يعني هتمرن اجمد واسيب الموضوع في الملعب برضه. فما اتكلمتش معاه وسبت الموضوع، ورحت المنتخب بعدها برضه مع مستر كوبر وعملت ماتش معاه كويس، ورجعت برضه فوجئت نفسي ان انا بره، لقيت نفسي برضه بطلع بره سكور وما اتكلمتش. فرحت خدت وجهه نظره، كان عندي مشكله في مناخيري، قلت له انا عايز اعمل عمليه في مناخيري، وفعلا الدكتور كتب لي ان انا بتقلل من نفسي في الملعب بمستوى كتير جدا يعني. يعني باكتر من 60%. دي كانت عباره عن ايه دي؟ دي كانت عندي انا التواء في الحاجز الانفي،
وكان عندي جيوب انفيه فكتر ان انا بستخدم حاجه معينه الغضاريف بتاعت مناخيري خلاص وقفت عن العمل يعني فالموضوع صعبه جدا وبلعب يعني كان عملنا اختبار ان انا بلعب باقل من يعني باقل من 50 او 60% من مجهودي والفتره دي اتعمل لي تحليل وكان كنت المفروض يحصل ان انا اتعفي من كشف المنشطات لان كنت هاخد يعني دواء معين بيتعمل فيه سيدوفرين ودي ماده ما بتدخل في المنشطات بس فلقيته وافق يعني لقيت مستر مارتن وافق رحت عملت العمليه طولت معايا 12 يوم بعدين رجعت فوجئت ان هو ايفوناتسوب لعب انطوي ولعب انطوي انطوي ما كانش موفق وكان في انا وكابتن عماد متعب ولقيته بيعتمد عليا بعد العمليه بعد العمليه فاصعب 6 ماتشات في مرحله مستر مارتن يقول لعبنا وداد في وداد وداد في مصر قبل نهائي الكاس نهائي الكاس اخر ماتش كان زيسكو في ماتش السويس في البطوله وكان في الفتره دي الغيابات بالجمله عبد الله السعيد كان غايب كان عبد الله في الفتره دي كان لعيب مهم جدا في الفرقه وانا ابتدى مستر مارتن طلب مني متطلبات في الملعب يعني كانت عايزه واحد فت وبيلعب الموسم كله يعني بحيث ان الحاجات اللي طلبها مني في الملعب كنت على قد ما بقدر بطلع منها بحاول وكان بيطلع من ماتش مبسوط مني بس نتيجه الست ماتشات زير جوال يعني نتيجه ست الماتشات اللي انا لعبتهم وهو كان مصر عليا وكان يدخل يشجعني وبتاع وفي الفتره دي في ماتش من ماتشات الناس كان فيه هجوم مش طبيعي عليا في الماتش ده انا جالي قمار في هولندا بعد ماتش معين والله وكان عليا هجوم جدا تقدر تسال مستر مارتن في الموضوع ده لانه كلموه يعني وهو جه كلمني في الطياره واحنا جايين ماتش الوداد قال لي ان هم القمار في هولندا كلموني و فريق كبير جدا في هولندا وكلموني ومعجبين باخر ماتش بس انا رفضت الموضوع وشفت ان انت لسه عايز تقعد معايا شويه ومن خلال قرار انا ومقرار النادي ممكن نخليك تروح المرحله دي وكده وبعدها باسبوعين الناس كان في الفتره دي كان هنا بقى الخط فاصل لان الناس بدات تفقد شويه ثقه ان انا فعلا مش في مستواي وست ماتشات لكن انا اللي عملت نفسي كده خدت قرار العمليه في وقت غلط مع ان الدكتور كان موافق عليها جدا هو ومستر مارتن لان انا فعلا عملت التيست وما كانش ينفع لعيب يلعب باقل من 50% من مجهوده يعني لانها اتطورت معايا جدا حتى في نومي واكل وشربي ما بنامش الا بحاجات معينه فالموضوع كان زاد جدا الموضوع كان صعب يعني كان صعب جدا وحتى الريسك ان انت تاخد حاجه معينه فيها منشطات واحنا بنلعب بطوله افريقيا كان الموضوع فيه ريسك وما ينفعش يتعمل الا بتصريح من الواده وكان قصه يعني حوار كبير يعني حوار كبير فانا انا شايف ان الست شهور دول سوري الست ماتشات دول عملوا ما بيني وما بين الجمهور فجوه حاولت اصلحها مع الكابتن حسام البدري بدات الموسم معاه كويس قوي بعدين الماتشات بدا يلعب اكتر من حد كان جه اجاي كان جه مروان محسن كان موجود انطوي فابتدى الفرصه برده ترجع نفس القصه ان ده ياخد ده ياخد ده ياخد حاولت لعبت بعدين بدات مع كابتن حسام في الكاس عملت ماتشات الكاس كويسه جدا ابتديت بعدين فوجئت برده ان انا ببعد ماتشات كتير قوي بعدين انزل لغايه ما حاولت في الماتشات اللي انا بنزل فيها بعدين اتكلمت مع نفسي كتير يعني ان انا هحاول اضغط على نفسي في حتى لو لعبت 10 دقائق او ربع ساعه لازم اعمل انتاج عالي عشان اقدر ان انا اركب من تاني وكان لغايه ما قدرت ان انا احط التارجت ده لنفسي لاخر السنه وعملت 8 تجوان او 9 تجوان جبت قبل ما امشي كنت اخدت قرار ان انا امشي كنت خلاص سستمت نفسك ان انت ماشي بالظبط طيب قررت انك تمشي هل من وجهه نظرك او بعد خوض التجربه في بيدلست وفنلندا هل انت شايف ان انت خدت قرار في اتجاه النادي الصحيح اللي يقدر يفيد عمرو جمال ان هو يلعب في الملعب سواء بيدلست او سواء حتى النادي اللي رحته في فنلندا بيدفست كان جاي لي فرقه في البرتغال وكان جاي لي فرقه في اليونان بس الامكانيات الماديه ان هي تدفع للنادي الاهلي ما كانتش عاليه الاهلي كان حاطط بادجت معين ان معين لعيب دولي لعيب في الاهلي والحمد لله في وقت صغير الحمد لله ليا عملت حاجات كويسه في النادي فكان بالنسبه للنادي ان هو طبعا اللعيب ما ينفعش فبيدفست كان الاعلى ماديا تاني حاجه انا هو فريق عنده امكانيات كبيره بصراحه بالظبط ماديا كان انا لما رحت كمان يعني انا لما قعدت انا اتفرجت قعدت اتفرج على الدوري هناك او كتير يعني اكتر من 3 شهور وشفت الامكانيات وكده رسمت بس خطه ان الدوري بدنيا وفنيا عالي جدا 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 الملاعب هناك بصراحه فرق ملاعب وفنيا وتنظيميا عالي جدا
انا خدت الخطوه من هنا، تفكيري ان انا اعلى بدنيا وفنيا هيفرق معايا جدا لما ارجع. ده اللي خلاك تقرر انك تروح هناك. بالظبط بالظبط، لان انا في وقت معين انا عايز ارجع النادي وانا واقف على رجلي. الظروف فعلا ابتديت كويس جدا، يعني ابتديت معهم كويس جدا وجبنا كاس وكنا ماشيين في الدوري، وساعات كنت بغير مركزي. يمكن المتابعه هناك عشان عندهم الدوري بيتزع على القنوات بتاعتهم وما عندناش، فكان مظلوم شويه، انا مظلوم اعلاميا، بس كان بروح المنتخب. كنت متواجد والناس بتشوف متواجد ولعبت. انا لعبت تصفيات كاس العالم كلها. انت لعبت اخر مباراه كمان في تصفيات كاس العالم؟ انا لعبت كل تصفيات كاس العالم من اول تشاد يا امير. من اول تشاد لغايه غانا انا لعبت. اللي بيطلب مني من مستر كوبر في الملعب كنت بعمله وبنفذه. هنتكلم فيها بالتفصيل يعني، يعني مهمه 100% فاهم. لغايه ما وصلت هناك وحصلت ازمه بقى في شهر، قبل شهر واحد، والازمه زادت يعني بدون اي سبب، وبدون أزمة اي حاجه. في بيدفست، في بيدفست من غير اي مع سبب المدرب. ومن غير من غير اي مقدمات. كنت جايب 8 تجوان معاهم، جايب 2 في الـ في الـ في الـ وجايب 3 و4 في وجايب في الدوري 2 و3، وكنت ماشي كويس جدا والفرقه بدات تقوم. وكان وعدني ان هو كان هيجيب تدعيمات في شهر واحد، عشان انا كنت بلعب فعلا 10 ساعات، كنت بلعب رقم 10 وكان بيلاعب لعيب، فمحدش يعرف الكلام ده، وانا ما كنت مركز وقافل على نفسي كويس جدا. فجت في وقت الظروف ما خدمتنيش خالص، وانا برضو يعني كنت مفروض الخبره كانت اقل في الحته التعامل الخارجي او مع مدرب خارجي. ايه اللي حصل بالظبط يعني؟ كانت مشكله مع اللي كنا بنلعب ماتش غانا في غانا، اعتقد اسمه كيفن هانت. كيفن هانت. كنا بنلعب في ماتش في غانا، والماتش في غانا كان المفروض الماتش يتلعب في اكرا، وبعدين الماتش يتلعب في مدينه تانية، اتغير بقى في مدينه تانية. كويس. المدينه دي 6 ساعات 7 ساعات بالاتوبيس، واحنا راجعين اتاخرنا 8 ساعات. الران واي اتقفل، هيتفتح بيتنا في مطار، سافرنا تاني يوم من غانا، وصلنا متاخر يوم. بعدين بيتنا في القاهره، رحنا من القاهره على السعوديه عملنا العمره ورجعنا تبع المنتخب. رجعنا متاخر يومين يعني. بدا اليوم بقى يومين، بقى 3 ايام. رجعنا بعدين عملت، عقبال ما عملت تصريح السفر بتاع الجيش خدت يومين، رجعت متاخر 6 ايام بالظبط. كان يوم ماتش، نزلت لعبت الماتش خسرنا. كان قبلها كنت متكلم مع المدير الفني، كان في فرقه اسمها روبين كازان من اتكلموا مع المدير الاداري هناك، وقالوا ان هم هيظبطوا مع الاهلي وبتاعه وهيظبطوا مع المدير الاداري. لقيت المدرب داخل بعد الماتش ان انا مش مركز معاهم، وانا جاي ليا هدف ان انا ارجع النادي الاهلي وكاس عالم، والكلام ما عجبنيش. حصل تاتش ما بينه وما بينه، اتكلمت بطريقه هو ما عجبتهوش، وهو اتكلم بطريقه ما عجبتنيش. حصل ان هو عمل لي وقف في النادي لمده شهر، بعدت عن الماتشات مده شهر. المنتخب كلمني محتاجني، كلمت النادي، النادي قال لي ان انا احنا نقدر نساعد ان احنا نخليك تطلع تكمل الست شهور في مكان بره، بس القيد قافل. ففنلندا بقى كانت ما كانتش باختياري يعني، مع ان لما رحت هناك اتفاجئت ان اوروبا مهما كان اوروبا يعني. اتفاجئت بالمستوى والمعدل البدني، واتفاجئت بس خليني اقول لك ان الدوري الفنلندي مش مصنف في اوروبا خالص مش يعني مصنف. واتفاجئت برضو بالتنظيم والتكتيك والقوه البدنيه. يمكن الحته الفنيه مش عاليه، اللعيبه فنيا عاليه، لكن عندهم الجو اللي هو ان اللعيبه اللي بتلعب كوره وبتنقل اوروبا فاهم. بس الوقت اللي انا روحت فيه ما كانش، انا روحت في شهر 4، الدوري بيبدا عندهم نص 4 عشان التلج. قبل ما ابتدي اول ماتشين كان مستر كوبر خد قائمه كاس العالم. ظروف ساعات ما بتخدمكش فتره، ودي وارد في كره القدم يا امير. مش مبررات، انا ما بحطش لنفسي مبررات، لكن ساعات قرارات غلط او ظروف ما بتساعدكش، الوحيد اللي بيتحط عليه العائد ده انت. انا تمام، هتعرف تطلع من الموضوع ده وانت في سن صغير؟ برافو. مش هتطلع مش هتعرف تطلع من الموقف اللي انت فيه او الظروف اللي عدت على مر السنه، يبقى انت بقى دي حاجه بتاعت الانسان يعني. بتعتمد على شخصيه الانسان، وده التحدي اللي انا فيه دلوقتي يعني. طيب قلت لي ان انت حصل تاتش مع مستر مارتينيو، وحصل تاتش مع مستر جيفن هانت في بيدفست. هل دي كانت طريقه معتاده من عمرو جمال، ولا بعد الرباط الصليبي والضغوط النفسيه اللي كانت كبيره على عمرو جمال هي اللي خليتك يعني ترد بعض الردود اللي ممكن تكون خسرتك؟ هي مش ردود خالص، ولا طريقه خالص، لان انت واحد من الناس اللي تعرفني. انا ولا في ناس كتير تعرفني يعني، انا ولا بتاع الكلام ده خالص. يمكن انا ما بعرفش اتعامل مع الموقف ده. دي حاجه ممكن تصدر للناس ان انا مثلا في موقف زي بتاع مستر مارتن،
فاهم ان انا زعلان في الاوضه وزعلان، فكنت المفروض اقول له انا مش زعلان، انا عايز اشارك عشان النادي. ما هو انا عايز اشارك عشان النادي طبعا، ما هو انا لما ابقى موجود وبكسب النادي هو اللي بيكسب، الفرقه هي اللي بتكسب. موقف مستر جيفن، فين ارادتي انا اللي في الموضوع؟ يعني فين انا ارادتي في الموضوع ان انا اتاخر لمده وقت حاجة معين؟ حاجه خارجه عن ارادتي، حاجه خارجه عن ارادتي. فانا النهارده ظروف بتحطني في موقف ما بقى التعامل فيه، ممكن انا اخد قرار انت تشوفه غلط وممكن حد تاني يشوفه عادي جدا والموضوع يمشي. فالضغوط طبعا بتولد ان انت ممكن تاخد يا دوبك ممكن من غير ما تتكلم، انت ممكن تسكت ما تتكلمش ما يعجبش الرد عادي جدا يعني. فانا مش انا شايف ان الظروف اللي كانت حواليا ما ساعدتش. خلي بالك ده وارد في كورتك، احنا وارد طبعا، احنا شيء طبيعي كرة. وارد جدا، احنا بنلعب كوره، الكوره زي ما بتجيبك فوق في لحظه ممكن تقلب عليك عادي جدا. صح. بس الـ 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 الشخصيه بتاعه اللعيب هي اللي بتفرق، هي اللي ممكن تطلع من الموقف عادي. يعني الموضوع ما حصلليش بعد ال 33 ولا 34 سنه، حصل لي بس عمره على الخطوتين دول، خطوه بيدفست وخطوه فنلندا. لا لا لا، كان في ايدك ان انت بعد كاس مصر بص حتى لو انك تكمل في الاهلي، دي حقيقه. دي حقيقه، اتعلمت ان انا اكمل في النادي، لكن انا الهدف كان كله ان انا ابقى في النادي بس ابقى زي ما كابتن حسام طلع بره. وخلي بالك انا من كابتن حسام الناس ان انا بحبها جدا، الناس ممكن تفهم لا انا بحب كابتن حسام فعلا، يعني بحبه جدا وتعاملت معاه باحترافيه جدا وتعامل معاه باحترافيه جدا. بس هو كل مدير فني هو حتى طلع كلام فما قال عمرو لعيب كويس جدا وكده، بس يمكن عمرو عايز يبقى رقم واحد يعني، يبقى عايز يبقى رقم واحد. انا مش شايف الصور اللي معانا دي، كنت واخد احسن لاعب، كنت واخد احسن لاعب في جنوب افريقيا. انا الراوند الاولاني كله هناك يعني، كنت ماشي كويس جدا ولما فعلا بدنيا وفنيا وقفت على رجلي كنت بعمل، كنت مبسوط من نفسي. كنت خلاص انتقلت في فنلندا في التوقيت ده. فنلندا رحت مخصوص من فنلندا لجنوب افريقيا عشان تستلم الكاس ده، اول مره ياخدوا الكاس ده في تاريخهم، في تاريخهم، وانا الهداف البطوله. يعني كانوا مبسوطين بيه وانا كنت مبسوط جدا، وكنت مبسوط من نفسي جدا في الفتره دي. في وقت اللعيب بيوصل عليه بيبقى مبسوط من نفسه، انا في الوقت ده كنت مبسوط كنت من مبسوط نفسي. من نفسي. بس الظروف بتبعت لي حاجات انا في غنى عنها. فانا بحاول الفتره دي ان انا اتجنب الظروف دي واحسن من وضعي واسيب الكره في الملعب يعني. يعني شايف الخطوتين دول كان طبيعي ان انت تاخدهم يعني في التوقيت ده عادي. الناس كلها خدتها، من كابتن حسام غالي لناس كتير جدا خدوها، وفي وقت المش وفي وقت سن يسمح لي ان انا اخد التجربه دي. مش من وقت ان انا باخد ريسك، لا في وقت يسمح لي ان انا ممكن ارجع نفسي، لو القرار غلط ارجع نفسي عادي مفيش اي مشكله. طيب انت دلوقتي متواجد لاعب في صفوف النادي الاهلي خلاص، وتم قيدك محليا بشكل كبير جدا. كنت متوقع ان انت ممكن يتم قيدك افريقيا، خصوصا في ظل بعض الاصابات اللي متواجده في خط الهجوم بالتحديد في الفتره دي؟ انا مش يعني انا عملت اللي عليا فعلا جدا في الفتره اللي فاتت، يمكن الناس مش شايفه حاجه في التمرين او حاجه. لكن الناس هو الكلام في الحقيقه اللي كان طالع من خلال المتابعين لتدريبات النادي الاهلي كان في تألق كبير من عمرو جمال. انا واصل فعلا لمرحله كويسه جدا في التمرين، بجهز نفسي لاي ظروف. انا مش غريب عن النادي يعني، في حته افريقيا، سواء افريقيا او يعني ان انا ابقى بعيد عن افريقيا في حاجه او ابقى بعيد عن النادي في حاجه، لكن هي بتبقى قرارات جهاز فني وبتحترم. وانا فعلا كنت في الصوره، لكن هو قرار جهاز فني، وفعلا الفتره اللي جايه دي محتاجه الجهاز الفني درس الاسامي والاماكن اللي محتاجها بجد. وكلنا ورا النادي، وانا لما النادي حقق البطوله كان انا بالظبط اللي حققت البطوله، ده الهدف الجماعي يعني. تمام. طب خلينا نروح ناخد على الهاتف شقيق عمرو جمال، محمد جمال. يا ابو حميد مساء الفل عليك. مساء النور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام زي الفل. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. عمرو معانا اهو، لو حابب توجه له اي حاجه. ازيك يا محمد عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، تمام زي الفل. يا رب تكون بخير. الفتره اللي فاتت يا محمد كانت صعبه شويه على عمرو، ما كانش بيشارك او يعني ما كانش مقيد في صفوف فريق النادي الاهلي، زي ما كان حكى كده معانا من شويه، صدفه وسوء حظ كبير سواء في تجربته في جنوب افريقيا او حتى في فنلندا. انت كاخو عمرو جمال كنت بتتكلم معاه بتتواصل معاه بتقول له ايه؟ لا هي اهم حاجه هيدخل عمرو بيركز قوي في شغله، بيركز قوي في تدريبه، بياخد الموضوع خطوه خطوه، ما بيحبش يتدخل في حاجه مش يجيد فيها او حاجه مش بتاعته زي شغله مدير فني او ميديا او اي حاجه. بيركز في التمرين، بيحاول يقفل على نفسه. دي من اهم مميزات عمرو جمال كواجب مهاجم في النادي الاهلي او كمهاجم منتخب مصر، وده اللي نجح عمرو وخلاه يظهر قوي، رغم ان كانت في اسماء تقيله قوي لما عمرو طلع بصفه النادي الاهلي وهو صغير. وكده اللي كان على طول انا بتكلم فيه، ان دي اكتر حاجه بتميزك عن اي حد
ممكن يكون موجود في المكان ده. ان انت بتركز في تمرينه، بتركز على كل الحاجات اللي ربنا مدهالك كموهبه في التمرين، كلام المدرب بتسمعه كويس، كل فتره بسلبياتها وايجاباتها بتستفيد منها، بتبقى قافل على نفسك. دي بصراحه ميزه انا بشوفها، يعني مش عشان انا محمد اخوك كبير وهو كده، انا بحس ان هو كبير جدا، ان هو بيتعامل معايا وهو بيتكلم معايا في الحاجات اللي هي خاصه بالشغل بتاعه وفي الملعب والكلام ده كله. فبصراحه يعني الفرصه بتيجي، اهم حاجه الانسان يبقى مستعد للفرصه. كانت النصيحه لي يعني النصيحه اللي انت وجهتها له كانت ايه؟ النصيحه ان هو ما يتاثرش نفسيا ولا يتاثر بثقته في نفسه. دي كانت اهم كلمتين اقولها. الموهبة والفرصة هتيجي، بس لازم لما الفرصة تيجي يكون انا قدها. فلو ما كنتش قدها يبقى شكلي مش كويس، ويبقى كل الكلام اللي ممكن يكون او الاتجاه المعاكس او الاتجاه السلبي ممكن يكون يوقع مني او يأثر على ثقتي او يقلل مني. لكن عنه كان قائد المنتخب مصر الفترة اللي فاتت لغاية 2018 وبعد الظروف اللي حصلت واللي هو عم شرحها وكده ما كانتش بايده، ولكن ربنا كان معاه والحمد لله هو بيتدرب كويس. بتتابعه انت دايما؟ ها، ان عمرو يعني مش عايز اقول لك طموحه عالي جدا، لا ده طموحه فوق مستوى اي حد بيتكلم معاه، اذا كان صاحبه، اذا كان زميله في الفرقه، اذا كان اي حد. بيركز بينه وبين نفسه وبيعالج سلبياته بينه وبين نفسه من غير ما حد او من حد من حواليه ممكن يحس. دي ميزه كويسه في الغزال، وانا بقول لحضرتك يعني مجرد ما هياخد الفرصه عام في النادي الاهلي ان شاء الله هيثبت نفسه، ومحدش عارف يحركه من كمهاجم او سترايكر في الاهلي، لا كمان في منتخب مصر باذن الله ان شاء الله. وكله بيبقى في النهايه في صالح فريق النادي الاهلي، وده الاهم. ايه الهدف اللي ما تنساهوش لعمرو جمال؟ لا في اهداف كتير بصراحه. ايه ابرز هدف بقى؟ ايه ابرز هدف؟ طبعا اول هدف جبناه في عمرو جابه في المحله لما كان كابتن هو اللي بيفهم، وده الفرصه في الدقيقه 85، وبرضه كان متاخر بهدف. وهدف طبعا اللي اسمه الزمالك، هدف كان كويس، هدف رمضان صبحي عمله له اسيست من نص الملعب، هي باتجاه مرتين. ودي ميزه كويسه في عمرو ان هو بيتحرك اكتر من مكان في وقت قليل جدا، دي ميزه كويسه في المهاجم. يعني هدفه في الصفاقس. كان هدف رائع برضه. هو ليه اهداف في الحقيقه كتير جدا، وساهم بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في بطولات كتير. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. محمد اعتقد يعني بتتواصل معاه دايما وبتاخد رايه. محمد في الكوره بيلعب قبلي، كان بيلعب قبلي وكده، بس هو كان بيحب الدراسه اكتر. كان بيلعب كوره قبل؟ بيلعب، بس في الدراسه كان مميز اكتر يعني، فعشان كده كمل في الدراسه اكتر. يعني فعلى طول بحب اسمع رايه، هو اخويا الكبير يعني. اغلى هدف بالنسبه لك انت، هو اول هدف جيت في غزل المحله وكان جون، اكيد ليه مذاق خاص بالنسبه لك، هل ده كان اغلى هدف؟ يعني اغلى طبعا، لازم يبقى من اغلى اهداف لانها جت في ظروف لعب غريبه يعني. لا احكي لنا كده. سيد معوض كنت اول مره ادخل السكور، سيد معوض ضفره وجعه في المعسكر وكده، فدخل فطلع بره السكور، فكنت انا اللعيب رقم 19، فدخلت السكور في ماتش المحله. وبعدين كان موجود كابتن كلهم اللعيبه المهاجمين، كان كابتن محمد يوسف مدير الفني. كان كابتن محمد يوسف لسه ماسك لما كابتن حسام مشي. وبعدين وكان كابتن محمد يوسف في الفتره دي بيتكلم معايا كويس جدا، وكان شايف فيا حاجه كويسه. والظروف سنحت في الماتش ده، ان يعني سبحان الله يعني الماتش كان 1-0 لغزل المحله، وكنا لازم نكسب يعني، فالناس كلها الفراوده نزلت، وبعدين اتعادلنا 1-1 كابتن وليد سليمان، وما فيش غير تغيير واحد يعني. فلعبت 5 دقايق برضه، جبت فيهم هدف، جبت فيهم هدف، كان فكان بدايه يعني، كانت بدايه كويسه الحمد لله. لكن طبعا ماتش السوبر الافريقي حاجه ثانيه. كانوا هدفين؟ هدفين، احساس مختلف. جمهور الاهلي موجود في الاستاد، اول نهائي ليا سوبر افريقي، البطوله اللي عدت خلت النادي الاهلي على قمه اكتر فريق صاحب ألقاب قارية، ألقاب قارية على مستوى العالم. فكان حاجة أنهي هدف فيهم عجبك أكتر؟
انت جبت هدفين، واحد برجلك واحد بدماغك. الهدف الثاني عشان انا اللي عامل الهجمه من اللي هو كان برجلك. لا الثاني اللي هو بدماغي. بدماغك تمام. لان انا كان اتبصت لعبلي من كاب سيد معوض، لفيت بكعبي لعبتها بره الكابتن احمد، فكان كان هدف كان فيه شغل اكتر من حاجه. طب تيجي نروح نشوف الجماهير هتقول لك ايه. ربنا خلينا نروح نشوف تقرير مهم جدا من جمهور النادي الاهلي واللي بيوجه فيها رساله مهمه لعمرو جمال. خلينا نشوف تقرير. ان شاء الله هيرجع احسن من الاول، احسن من الاصابه لما رجع، هيرجع احسن من الاول وهيثبت لنفسه والجماهير اللي هو قد المسؤوليه. اقول له شد حيلك وما تيأس، وان شاء الله انت راجع تاني وانت لعيب كبير واحنا مستنيينك. يعني عمرو جمال احب اقول له اللي هو والله لو رجع هيبقى احسن فيروت في مصر، وعمرو جمال والله ما في زيه، هو احلى حاجه في عمرو جمال اللي هو بيصبر، وباذن الله ان الله مع الصابرين. بجد انت فيروت عظيم ومفيش من نوعيتك دي كتير، بس يعني انت احلى حاجه فيك ان انت بتصبر، وانت بجد قد اي حاجه بتحصل لك. طيب يعني واضح ان في تفاؤل كبير جدا من جمهور النادي الاهلي بيك يا عمرو خلال الفتره الجايه، وان هم شايفين ان انت ان شاء الله لو خدت الفرصه المرحله الجايه هتثبت وجودك واحقيتك بالتواجد في النادي الاهلي. ان شاء الله، وده اللي انا بسعى له الفتره الجايه. انا يعني جهزت بشكل كبير جدا وموجود مع الفرقه، الفرقه بتقدم عروض كويسه دلوقتي، الواحد يتمنى يبقى موجود في ظل الفتره دي ان شاء الله، وده اللي انا بسعى له ان شاء الله، وخطوه خطوه الواحد ان شاء الله يوصل اللي حاطه في دماغه باذن الله ان شاء الله. طب خلينا ناخد بعض الرسائل اللي جات لك على تويتر من خلال طبعا هاشتاج حلقتنا النهارده اسال عمرو جمال. كريم حسين قال لك عايزينك هداف الدوري السنين الجايه، بنحبك يا عمرو حتى لو مش شايفينك في الملعب، اللي بيحفر اسمه في قلوب جماهير الاهلي بيفضل في قلوبنا مهما انتقدنا مستواه، وانت يا عمرو فرحتنا كتير. كمان نورهان بتقول لك انا بحبه جدا والله، وفرحانه انه من هنا وروح هنا مخصوص، بروح هنا مخصوص بعد 7 سنين عشان نفسي اقابله بجد يعني، بس عايزه اعرف هو امتى هينزل زياره. هتروح هنا قريب؟ قريب ان شاء الله. بتروح كل قد ايه؟ لا موضوع يعني صعب، بس الناس اللي في النادي عارف الموضوع صعب ليه يعني. المباريات الكتير طبعا كتير. ممكن تكون الفتره اللي فاتت كنت بتزور هنا كتير؟ لا خالص، برضه عشان التدريبات. اما من 6 شهور الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت كلها موجود في التمرين يوم يعني ما غبتش يوم. تمام. احمد البدوي بيقول لك منور يا غزال، استمر في العمل والاجتهاد والفرصه هتيجي وهتمسك فيها ان شاء الله، عايزين جون في الزمالك يا جماعه. يا مساء. جون او الهدف اللي احرزته في نادي الزمالك يعتبر من اغلى اهدافك؟ كان هدف في وقت كويس جدا، هو وكان هدف شكله حلو ومباراه كانت كلها مجمله حلوه، وطبعا لما تجيب في فرقه كبيره زي نادي الزمالك بيبقى الجون طبعا ليه طعمه خاص يعني. يمكن وكان كمان جون ايفونا في الفتره دي كان جون حلو قوي طبعا، الهدف الاول في هذه المباراه حلو قوي الهدف ما يتنسيش. يمكن بس انا يعني كان كابتن يعني بالرغم من كده عماد متعب بعد الماتش كان اتكلم معايا ان الجون بتاع التحرك فيه كان صعب جدا، وحتى في المنتخب يعني وناس كتير يعني في لكن كان جون ايفونا في الوقت ده كان جون حلو جدا، فهو بس خد الشو اكتر يعني. متواصل دايما مع عماد متعب؟ من الناس القريبه منك؟ طبعا يعني متعب يمكن من الناس اللي انا بحبها جدا كمان على المستوى الشخصي والكروي يعني حاجه كبيره جدا. شخصيه جميله بصراحه، فما ينفعش يعني اخر مره شفته هو زعلان يعني زعلان جدا في لكن هو كان زعلان؟ زعلان جدا من الموقف ان انا يعني بعيد دلوقتي لكن هو من الناس اللي بتقول لي وعارفه قوي وعارف امكانيات عمرو كويس قوي وواثقه فيها كويس قوي، وقال لي ان انت بس الظروف تتحسن معاك والدنيا هتمشي وهترجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. كان عماد متعب بالنسبه لك مثل اعلى وانت طالع من الناشئين، واحنا خصوصا عارفين طبعا عماد متعب من اهم اللاعبين او من اهم المهاجمين في تاريخ الكره المصريه، كان مين مثلك الاعلى، عماد متعب ولا كان في حد تاني تفكر تبقى زي؟ انا بحب ناس كتير طبعا، بس انا بالنسبه يعني كابتن حسام حسن من الناس اللي انا بحبها جدا، بس متعب كان دايما عشان متعب قريب من يعني من سني مش كبير قوي بالظبط، يعني انا كنت بقعد انا اهلاوي من وانا صغير يعني. في لعيبه ممكن تكون شهلاويه بس انا اهلاوي من وانا صغير وتيشيرت متعب معايا من وانا صغير. فمتعب يعني من الناس اللي انا كنت مثل اعلى، ولما لعبت معاه وكنت موجود معاه كنت مبسوط جدا يعني، حتى وانا بتنافس معاه وانا بلعب وهو موجود
سواء هو اللي بيلعب او انا ما بلعبش وهو او انا اللي بلعب وهو ما بيلعبش، كان الموضوع كان عندي فيه انبساط مش طبيعي يعني. فمتعب ما زال مثل اعلى ليا كمان، مش خلاص يعني، هو ما زال مثل اعلى ليا طبعا. طيب الفتره الجايه النادي الاهلي عنده مباريات عديده سواء في بطوله الدوري العام او بطوله دوري ابطال افريقيا. خلينا نبتدي بالدوري، شايف شكل المنافسه ازاي في بطوله الدوري في ظل تواجد عدد من الانديه اللي بتنافس عكس كل سنه؟ يعني في بعض الفترات او بعض السنين كان دايما النادي الاهلي بيخلص الدوري بدري 5-6 اسابيع، السنه دي في الزمالك، في بيراميدز بينافسوا بشكل قوي جدا ويعتبروا هم المتصدرين، والنادي الاهلي حتى الان في المركز الثالث ولسه ليه طبعا ماتشين مؤجلين منهم طبعا الزمالك وماتش ثاني الزمالك وبيراميدز، يعني لسه القصه طويله. شايف شكل المنافسه ازاي في بطوله الدوري؟ السنه دي الدوري اقوى شويه طبعا، اقوى السنه دي الدوري اقوى، ناس فرق كتير جدا جهزت بشكل قوي جدا السنه دي. طبعا الزمالك عمل فرق كويسه وشغل كويس، بيراميدز مشروع كويس والناس شغاله فيه كويس وعمل حاله في الدوري. بقيه الفرق كلها أقوية، الناس اللعيبه في مصر بدا الموضوع يبقى كله شبه بعض، الموضوع قريب لان كله بدا يهتم بالجانب جنب الموهبه جنب البدني والخططي بقى قريب، فالموضوع بدا يتقارب جدا في الدوري المصري. لكن النادي الاهلي الموضوع كله انا شايف الموضوع كله بعيد عن الناس اللي بتتكلم فيه، اي فرقه بتلعب في افريقيا وفي كميه البطولات دي وتروح توصل نهائي افريقيا ولعبتها تلعب منتخب بطولتين وبعدين بيتاجل لك، ما ينفعش يتاجل لك 7-8 ماتشات، لازم يبقى في دروب، يعني لازم يبقى في دروب، لازم يبقى في دروب وانت راجع للدوري. الناس فاكره ان انت بتلعب مؤجلاتك انت مبسوط بمؤجلاتك او حاجه زي كده، لا لا لا، انت وانت بتتنافس ماتش بماتش الموضوع بالنسبه لك ابسط بكتير جدا، لكن يتحط لك 8 ماتشات ويكون المنافس مثلا بتاعك ماشي كويس في الدوري وما عندوش غير بطوله الدوري، لا الموضوع ما عندوش غير بطوله الدوري، هو مركز في بطوله الدوري ما عندوش غير لعبته بترتاح كويس بتشتغل كويس، انت بتخلص بطوله الدوري تيجي تدخل على البطوله العربيه، تخلص بقى البطوله العربيه تدخل على دوري ابطال افريقيا وبتلعب نهائي افريقيا وماتشات كمان مش ماتشات، ماتشات ضغط نفسي ومجهود بدني مضاعف ومستوى مختلف. انت بتكلمني في نقطه مهمه جدا يا عمرو، هي مسار جدد دلوقتي على الساحه الرياضيه المصريه وهو العدد المباريات اللي كانت مؤجله بالنسبه للنادي الاهلي، والناس كتير اتكلمت ان ده في صالح النادي الاهلي وصالح اللعيبه وصالح الجهاز الفني، انت بتقول عكس الكلام ده خالص، ان لما بيكون في ماتشات مؤجله والمنافس في الحقيقه نادي الزمالك بصراحه ماشي بشكل كويس جدا في بطوله الدوري ده بيعمل عليكوا ضغط. حته بص، هو الضغط في النادي الاهلي موجود في التمرين، مش موجود بس التمرين. في الماتشات يعني يعني التمرين عندنا ممكن يكون اصعب من الماتشات في الدوري، فالموضوع في ضغط قوي جدا في طبعا في النادي في اخر فتره جامده جدا، وطبعا معروفه لان انت معاك مؤجلات كتير وبتلعب في كذا بطوله، ترجع تلعب ماتش متاجل بعدين ترجع تلعب في بطوله كمان قويه جدا، لا الموضوع مختلف. لا لا لا، انا بالنسبه لي كعمري مثلا وانا بلعب في الدوري ولسه افريقيا شويه، لا تعالى نافسني بقى. يعني هو ده اللي اصلا اللي مأخر النادي الاهلي في جدول الترتيب، يعني لان يمكن حصل دروب، كانت اول 5 ماتشات لينا في الدوري كان كل العيون رايحه افريقيا، افريقيا اهلي، كان التركيز في افريقيا، انت بتتفرج للدوري بتقول افريقيا اهلي، التعادل كان بيحصل ما كنتش بلاقي الكميه مثلا، ما كنتش بلاقي رد الفعل اللي هو الناس المهم افريقيا، احنا عايزين افريقيا. فانت خسرت افريقيا وابتديت رجعت الدوري كنت متاخر جدا، فانت جيت بقى وانت بتقول افريقيا يا اهلي، وانت كنت بتلعب اول 5-6-7 ماتشات في الدوري وما كنتش مركز ان ممكن يسقط منك بونت هنا، تعادلت هنا نتيجه الارهاق وطبعا شغل بدني عالي وتعب وحاجات كتير قوي، مش بس كوره، ابتديت عقبال ما تلم نفسك النهارده انت في التالت، الموضوع لسه كبير، فاضل دور تاني واللي نفسه طويل هو اللي يكمل، لسه بدري يعني، اللي نفسه طويل يكمل. بس انت الدوري ما ينتهيش خالص مع النادي الاهلي الا لما يعني اللي بينافس سواء انا او غيري هو اللي يشيل الدوري، ومع النادي الاهلي بالذات يعني هي دي، ده الوقت اللي انت تقول المنافسه خلصت، انت لسه معاك ماتشين مع طبعا مع فرق بتنافسك، معاك ماتشين معاها رايح جاي تمام، لا الموضوع مختلف، لسه بدري يعني. لكن منافسه قويه السنه، منافسه قويه السنه دي حاجه تقال طبعا. طيب من ضمن الكلام والظاهره اللي كانت واضحه خلال الفتره الاخيره ولحد دلوقتي في النادي الاهلي وهي ظاهره الاصابات، من وجهه نظرك يا عمرو وانت واحد متواجد جوه الفريق، شايف اسباب الاصابات في النادي الاهلي؟ حته الاصابات بس يعني عشان الواحد
يعني يقول كلمة حق يعني. وبرضو الواحد شهادته مجروحة في الموضوع ده. انت النهاردة بتتكلم في حتة ان انت بتتصاب او لعبة بتتصاب، الجهاز الطبي ملوش دعوة، اي حاجة ملوش دعوة، بريء تماما من القصة دي. الجهاز الطبي مش بيصدر الاصابات، مش بيعورها، مش بيجيب لك الاصابه، هو اللي بيستقبل الاصابه. هو اللي بيستقبل الاصابه كويس. وفي ناس بتاهل، في ناس بتشتغل وبتاع. لكن ان انت عندك يبقى فيها اصابات عضليه واصابات تانية مش عضليه زي رباط صليبي طبعا محمد محمود اللي كلنا زعلنا عليه يعني أكيد. طبعا ان شاء الله يرجع احسن الاول ان شاء الله. هنا الموضوع بيبقى عندك في باد لك مع الجزء، مثلا انت في بدايه السيزون اشتغلت ازاي في فتره الاعداد. انا ما كنتش موجود في فتره اعداد عشان اقدر اقول لك انا فتره اعداد كانت معموله ازاي وبتاع، لكن الفرقه اللي بتعمل فتره اعداد كويسه جدا 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 حته الاصابات بتاعتها بتبقى قليله. وكمان حته تغيير المدربين، كل مدرب يجي يعمل حمل تدريبي مختلف. معين مختلف ممكن تعملها. فانت النهارده ممكن اديك مليون سبب، بس انا شايف ان السبب الاولاني الاكبر حته ان في باد لك غريب في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفتره الجايه الموضوع يقل بطريقه كتير. انا شايف ان الموضوع دلوقتي في النادي بدا يحطوا اهتمام كبير قوي بالموضوع ده، وان شاء الله هيقل جدا ان شاء الله الفتره الجايه. ضغط المباريات ممكن يكون عامل من العوامل لتأدي الاصابات. انا بقول الاهلي بيلعب كل يومين ثلاثه ماتش. النهارده انت ما قدرتش تعمل فتره اعداد ليه؟ ما قدرتش تعمل فتره اعداد، فتره فين النادي الاهلي يا جماعه؟ لعب من امتى ملتحم كمان؟ تقدر تقول من امتى مواسم؟ بقالك كتير 3 4 سنين مثلا. من 2012 من 2012 مفيش موسم انت ما بتلعب بتاخد 20 يوم راحه. فين لعيب في النادي الاهلي خد 20 يوم راحه؟ مفيش. لا لا، الموضوع ملتحم. اكتر راحه حصلت عليها قد ايه يا عمرو؟ اكتر راحه انا ما خدتش راحه خالص. اللعيبه اللي بترتاح يعني، لو في لعيبه ثانيه بتروح المنتخب، في فترة مستر كوبر كان في 9 لعيبة بتروح المنتخب في النادي الأهلي. فأنت قوم عندك ولعيبة منتخب شباب ولعيبة هنا شغالة وبتلعب ماتشات وبديها، الموضوع مختلف يعني بصراحة يعني. طيب يعني أكيد النادي الأهلي طالما بيلعب بطولات متلاحمة، وبتحديد السنة دي يعني في تغيير في البطولات الأفريقية. النادي الأهلي خلص بطولة دوري أبطال أفريقيا، للأسف خسر أمام الترجي على طول. بعديها بأقل من شهر ابتدى البطولة الجديدة اللي احنا ماشيين فيها حتى الآن بشكل جيد في الحقيقة. لكن بمناسبة محمد محمود وإصابة الرباط الصليبي، أنت من اللاعبين يعني من أشهر اللاعبين اللي جالهم رباط صليبي، لأن أنت كنت في قمة المستوى بتاعك. تنصح محمد محمود بإيه في التعامل مع هذه الإصابة بالتحديد؟ أول يوم رحت يعني أنا الراجل الدكتور الأجنبي فقعد معايا. عملت عملية في إسبانيا؟ عملت عملية في إسبانيا. قال لي إن أنا الإصابة دي مش في رجلك، الإصابة دي في دماغك. صح. هتعرف تتعامل معاه بدماغك، هترجع وهتبقى أحسن من الأول. مش هتعرف تتعامل معاه بدماغك وهتصدر لنفسك حاجات تانية، هتأخر نفسك ومحدش هيبقى خسران غيرك. ده بالظبط اللي اتقال لي، وهي فعلا إصابة في دماغه. لازم يعرف ان هو دلوقتي في فتره بعيد عن الكوره خلاص، لا محاله ان هو بعيد عن الكوره. يعني الشاء او ابا خلاص، الموضوع ان هو بعيد عن الكوره الفتره دي. بقى الفتره دي لازم ياخدها ان هو بيجهز لنفسه لفتره جديده لازم تبقى اقوى، بس باعصاب هاديه. بس هو ده اللي لازم يركز مع الدكتور، يركز مع تاهيله. يعني ما ينفعش يحط اعضاء نفسه يبقى زعلان وضغوطات وانا لازم ارجع بسرعه، لا خالص. هو شاء او ابا الموضوع خلص حصل. لازم يفكر، يستمتع بيومه، يستمتع بتاهيله، يبقى مركز في شغله اللي في الملعب، في يعرف ان هو جاي بيعمل كل ده عشان يرجع اجمل احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. يلا يا رب ان شاء الله. نتمنى لمحمد محمود كل التوفيق ان شاء الله انه يرجع سريعا للملعب، خصوصا انه هو لاعب مهم جدا ان شاء الله وبروميسنج بالنسبه لجمهور الكره المصريه بشكل عام، ولاعب دولي كمان. طيب نروح لملف اخر يا عمرو، وبطوله دوري ابطال افريقيا. امبارح النادي الاهلي كان عنده مباراه قويه جدا امام فريق سيمبا التنزاني، اداء كان اكثر من رائع، فوز بنتيجه كبيره جدا 5-0 في الشوط الاول. بس على فكره بالمناسبه اخر مره النادي الاهلي احرز 5 اهداف او 4 اهداف في الشوط الاول، يعني 4 اهداف او ما يزيد عن ذلك، كان 2006 ماتش كوتوكو في القاهره، والنادي الاهلي قدر في اول 23 دقيقه تقريبا ان هو يجيب 4 اهداف وخلصت المباراه 4-0. لكن انت تقييمك للمباراه، رؤيتك للمباراه امبارح بالتحديد ايه، خصوصا ان في سعاده من قبل جمهور النادي الاهلي بالاداء بالتحديد، بقالنا فتره ما نشوفش النادي الاهلي بالمنظر ده. يعني انا شايف ان احنا ابتدينا بطوله افريقيا السنه دي بشكل مميز وبشكل قوي جدا. في بتعبر عن شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي. احنا بدانا البطوله السنه دي بطريقه قويه جدا.
من اول ماتش يعني من اول ماتش بتاع فيتا كلاب. فيتا كلاب فرقه قويه جدا وانا عملنا ماتش قدرنا نبتدي البدايه اللي هي ان انت بتبتدي دوري ابطال افريقيا لازم تبتدي بدوري ابطال افريقيا بتفوز بيفرق معاك جدا في باقي الماتشات. واحنا النهارده كمان لعبنا الماتش الثالث وبنأدي اداء في كوره وفي شغل بدني قوي جدا من اللعيبه وفي تنفيذ لتعليمات الجهاز الفني وفي اهداف. فانا شايف ان البدايه بتاعتنا قويه جدا السنه دي وبدانا بالشكل الصحيح يعني. بس طبعا الجمهور مبسوط, احنا ما ينفعش نبالغ كلاعيبه, ما ينفعش نبالغ في الفرحه كويس لان احنا عارفين ان دي مرحله عشان توصلك لدوري الربع النهائي. لا قدر الله اي حاجه بتحصل في البطوله في مدار البطوله لغايه ما توصل للنهائي وحتى لو لعبت نهائي بيتمسح وبيتنسي كل الكلام ده بالظبط. فاحنا بنبني على احنا كلاعيبه بنبني على اللي حصل ده, وانا شايف ان ده هو اللي بيحصل في التمرين وانا يعني بشارك في كده واللعيبه كلها بتحصل وبتبنى على الكلام ده عشان احنا يمكن ان شاء الله هنفن حاطين اهداف لينا ومع الجهاز الفني ان احنا نفنش الموسم باعلى طموح لينا اللي هو ان شاء الله بطوله افريقيا وبطوله الدوري والكاس ان شاء الله. صعبه بطوله دوري ابطال افريقيا يا عمرو؟ الدوري والابطال صعب جدا الاجواء اصعب بتاع بطوله يعني في افريقيا ولا في بطوله اصعب منها يعني الكونفدراليه ولا دوري ابطال افريقيا؟ لا طبعا الدوري الابطال حاجه تانية مستوى تاني يعني. انت لعبت في دي ولعبت في دي اعتقد الكونفدراليه يعني. ساعات بيحط اسامي كبيره ساعات يحط اسامي كبيره في البطوله او اسامي كبيره تروح للبطوله بس ما بتكونش في حالتها الفنيه عشان كده طلعت من بطوله افريقيا. يعني لما بتبقى انت مش جاهز فنيا وبدنيا ودخلت دوري الابطال فانت بتروح البطوله مش انت جاهز وفنيا وبدنيا وبتبتدي في الكونفدراليه فده بتاع دوري الابطال يعني. فلا دوري الابطال طبعا بطوله اقوى بكتير جدا. الكونفدراليه طبعا مش هنقلل من شانها اكيد بطوله قويه برضو لكن احنا بنتكلم في الاقوى. لا الاقوى طبعا دوري الابطال طبعا ما فيش كلام يعني. من وجهه نظرك انت سبب الاخفاق بالنسبه للنادي الاهلي في بطولتين ورا بعض توصل للنهائي وبتخسرهم, ايه الاسباب اللي ممكن تكون خسرت النادي الاهلي بطولتين دول؟ يعني انا شايف ان البطوله اللي انا كنت متواجد فيها بتاعه الوداد يعني كان الموضوع فيها احنا وصلنا وعملنا اداء كويس جدا على مدار البطوله وقدرنا نوصل للنهائي على الاستحقاق. لكن يمكن ما تعاملناش مع مباريات النهائي بنفس الذكاء بتاع مباريات قبل النهائي وخصوصا ماتش النجم الساحلي. البطوله الثانيه حسيت ان احنا يعني البطوله الثانيه ما اعرفش يعني او كلامي مع اللعيبه حسيت ان احنا كنا رايحين خلاص يعني بنحتفل وده اللي احنا دي كانت غلطتنا الوحيده يعني. ده السبب ان احنا انا حاسس يعني ده كان احساس انا كنتش في التيم في الفتره دي بس انا حاسس ان حته ريحت اللعيبه شويه في ماتش العوده وده اللي ما ينفعش يحصل خالص في ماتشات انت بتلعب نهائي. النهائي ده كل ماتش كانك بتلعب الماتش 0-0 او مغلوب كمان. في ظل القائمه الحاليه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا بتعاقدات جديده بعوده بعض المصابين شايف ان الفرص ممكن تكون كبيره للنادي الاهلي الفوز بهذه البطوله؟ البدايه اللي بداها مستر مارتن لاسارتي مع اللعيبه والصفقات بدايه قويه جدا مبشره جدا للفتره الجايه. الاستمرار هو الاهم يعني الاهم في الفتره الجايه. هو ده الحاجه اللي هتوصلك ان انت تقدر تحقق. انت امكانياتك عاليه, انت عندك احسن لعيبه موجوده دلوقتي, اللي عندك جهاز فني قوي, فانت كل الامور الاداره وفرت كل حاجه. فالنهارده الاستمراريه فقط في الاداء اللي انت بتقدمه ده هي الحاجه اللي تضمنك ان انت تبقى متوج في اخر السنه ان شاء الله. بصمات مستر مارتن لاسارتي وضحت سريعا على الفريق اول ما الراجل جه, ايه اهم الكلمات اللي قالها لكم كفريق في التدريبات؟ مستر مارتن يعني ما اتكلمش كتير في اول ما جه بصراحه, قال ان احنا كلامنا اكتر هيبقى في الملعب وده اللي بيحصل يعني. يمكن هو اكتر حاجه بيعملها الفتره اللي فاتت ان هو بيقعد مع اللعيبه كتير قوي كمراكز معينه وبيبتدي الشغل. في مدرب بيشتغل بدني كويس جدا, في مدرب مساعد بيشتغل على التكتيك, بيشتغل قصدي على التكنيكاليتي بتاعه اللعيبه بطريقه كويسه جدا كويس. وهو بيشتغل على التكتيك الحاجات اللي هو شايفها ان هي ممكن تتطور يعني. ومن اكتر الحاجات اللي انا شايفها الفتره دي ان اللعيبه بتجري كتير. يمكن مش نفس الجري الكتير اللي احنا كنا بنجريه بس بنجري اكتر يعني, بنجري حاسس ان الجري صح شويه يعني. الجري صح
وموظف بطريقه جري صحيحه، جري مفيد يعني لصالح الفريق. انا شايف كله جري مفيد ومعمول بطريقه صحيحه، يعني موظف بطريقه صحيحه، المجهود رايح بطريقه صحيحه، مش تعمل مجهود كتير مش رايح بطريقه صحيحه، لكن المنظر اللي احنا شايفينه ده مجهود متوظف بطريقه صحيحه، ودي حاجه موفقه فيها وموفقين فيها جدا اخر 3 4 ماتشات. طيب اتمرنت انت مع مدربين كتير سواء اجانب او مصريين، بس عايز ابتدي بالاجانب بالتحديد، اتمرنت مع مدربين اجانب في النادي الاهلي ومدربين اجانب خارج مصر، الفروقات ما بينهم شايفها ازاي؟ مين اهم مدرب اجنبي اثر في مسيره عمرو جمال؟ بص يعني انا اتمرنت طبعا مع مستر جريد ومستر مارتينيول مع باسخون مسيره مستر مانويل اعتقد مستر مانويل جوزيه ما كانش ليه دور كبير قوي في الفرقه، فانا هتكلم عن الناس اللي انا ليه كان ليه دور كبير فيها. معاك مستر جريدو كان من احسن المدربين اللي انا اتمرنت معاهم كتمرينيا في الملعب، بس كان تعامله مع اللعيبه هي دي كانت الفجوه ما بينه وما بين، هي دي كانت مشكله، كانت مشكله عنده. لكن المدرب الاجنبي طبعا بعيد عن مستر لاسارتي طبعا عشان هو موجود الحالي دلوقتي، كان باسيرو، هو كان اكتر واحد متكامل شويه يعني مستر باسيرو فنيا كان كويس، التدريب كان كويس، الجهاز كله كان بروفيشنال جدا. حظنا ان هو خد قرار بورتو ده ان هو راح بورتو طبعا وعرض كبير وكده، لكن لو كان كمل في النادي الاهلي كان الموضوع احنا هنفيده كاسم النادي الاهلي طبعا، اسم النادي الاهلي كبير جدا في افريقيا، وكان ممكن يحقق طموحات كتير اكتر من اللي هو ممكن يكون حققها او الخطوه، بس هو حسب خطوه اللي هو حققها. لكن هو من المدربين اللي انا شفت فيهم بالانس يعني توازن ما بين كمدرب في 90 دقيقه وتعامله مع اللعيبه وشغل في الملعب. ده اكتر مدرب انت كنت مستريح معاه يعني؟ انا حسيت ان احنا الفرقه كانت رايحه في اتجاه كويس معاه جدا. كويس. وكان في قناعات كمان بقدراتك من خلال. انا باسيرو بدات معاه ما بلعبش خالص في الاول. وكنت جاي من المنتخب جايب جون وشغال كويس وكده. جه يتكلم معايا في التمرين قال لقيته فيديو والتمرين اللي هيتمرن هو اللي هيشتغل. رحنا فترة اعداد 12 يوم رجعت رقم واحد معايا. بعدها بتلات ماتشات هو كان صفر مش راح بورتو. طيب يعني محظوظ اول. طب بس انت في نفس الوقت اتمرنت مع مدربين مصريين يعني كابتن فتحي مبروك، كابتن حسام البدري، كابتن زيزو، في بعض المدربين المصريين انت اتمرنت معاهم، مين اكتر مدرب انت كنت يعني حاسس ان كلهم طبعا ليهم عزة عن قلبي طبعا، وخصوصا كابتن فتحي وانا اشتغلت معاه. بقول لك طب بمناسبه كابتن فتحي بس في موقف كده عايزك تحكي. كان ازاي بيدي تعليماته لموسى ايدان؟ موسى ايدان طبعا لاعب يعني النادي الاهلي السابق وكان قادم من القطن يعني دي حاجه هزار يعني بيتكلم بلغه فرنسيه، كان بيتكلم اي حاجه غير فرنساوي يعني موسى ما كانش بيتكلم اي حاجه غير فرنساوي، حتى لو قلت له هلو مش هيفهم والله فعلا دي حقيقه. فاحنا كنا هنلاعب النجم الساحلي في النجم الساحلي فمحدش بيتكلم فرنساوي، فكابتن هو هيبدا كنت هلعب انا وهو جده كان محمد ناجي جده وموسى وانت وانا قدام، فهو وبنلعب بثلاثه في نص الملعب منهم تريزيجيه وعشان ما انساش حد وشهاب وكذا، فالكابتن بيكلمه ان انت الناس هتضم وهندخل من العمق، فبيقول له موسى يو انتري انتري الولد بدا يبتسم كده واحنا ابتدينا نسمع، فكابتن برضو قال لي يعني الانجليزي عنده مش هيفهم كلامه انجليزي مش هيفهم، قال له بيرسي، فلا الولد طبعا ليش يعني عايز يقلبها فرنسي فرنساوي، فالولد بدا يضحك يعني بقى فقال له كومبري ولا ايه اللعيبه عملت ايه في الوقت ده؟ اللعيبه كلها بتضحك، فهو طبعا بعدين يعني اللغه بتاعت الكوره مش محتاجه ان انت مش محتاجه ساعات كتير، فاحنا طبعا هو فاهم يعني بس طبعا هو ان الكابتن بيسعى ان هو يفهمه ده هنلاعب النجم الساحلي في النجم الساحلي الماتش ده بتاع 1-1 حرصت فيه انت هدف جبت فيه جون، فكان على فكره الحاجات دي ممكن تحصل لصالح الفرقه بتفك شويه من عليك يعني دي حاجه بتحصل لصالح الفرقه ساعات في لكن من الناس اللي انا فعلا مدرب جامد مصري كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري استفدت من كابتن حسام بدري؟ كابتن حسام مدرب كويس وعنده كان مقتنع بيك يعني وعنده والله يعني فعلا من كان مقتنع بيا جدا، يمكن كانش بيلعب، مش معنى ان مدرب ما بيلعبش لعيب مش مقتنع بيه خالص، هو ده الغريب، ممكن الناس اللي تسمعنا دلوقتي تستغرب ان انت بتقول كابتن حسام بدري هو المدرب اللي اثر مثلا في مسيرتك. انا في الناس المصريه اللي فعلا مدرب كويس جدا جدا. طب ليه ما كانش بيلعب؟
هو شايف ان انا في الفتره دي ما هو شايف رقم واحد لحد تاني او هو شايف ان المكان ده عايز طريقه لعب مهاجم غير طريقه لعب انا كعمر. مش شرط ان انا مثلا او ما فيش حد يعني لا يعني في الحته دي في النادي الاهلي هيبقى اقل من التاني او موجود في النادي الاهلي بدل ما انت لبست التيشيرت ده انت قد التيشيرت ده وانت لعيب كويس جدا. انت بقى عايز تقول ايه يعني انت كلاعب انت عايز تقول ايه وعايز توصل للناس ايه ده اللي بيحصل اللي انت بتقوله في الملعب فاهم. لكن هو ممكن مدرب يبقى ده اللي انا فهمته كمان من زي مستر كوبر ممكن يبقى لعيب هداف لكن هو عايز مهاجم يعمل 1 2 3 بالظبط فبيشايف ان ده بينفذ ممكن ده امكانياته عنده كلهم مهاجم بيبقى ليه ميزه او اتنين بيلعب عليها لكن هو عايز الميزه دي في المهاجم ده فبيلعب بس. طب خلينا نروح للمنتخب شويه بمناسبه مستر هيكتور كوبر. فتره المنتخب او معظم الفترات مع مستر هيكتور كوبر كنت انت متواجد بصفه دائمه يعني حظك الوحيد اللي سيء ان انت ما رحتش كاس العالم دي حاجه طبيعيه معايا ما تقلقش هتلاقي ظروف بتديني في وش هو في الاخر بيبقى نصيب وقدر من ربنا يعني اكيد بيبقى شايل لك الافضل دايما لكن تعاملك مع مستر هيكتور كوبر الناس كتير جدا هاجمته بسبب اسلوب لعبه قول لي في البدايه اسلوب لعبه ده كان مناسب هل دي كانت تعليماته ان انتوا لازم تدافعوا كتير قوي كده وبعدين تلعبوا زي ما كنا بنقول كده باص لصلاح والهجمه مرتده والكلام ده هل دي فعلا كانت تعليمات حقيقيه مستر هيكتور كوبر؟ ما فيش الكلام ده خالص. مستر كوبر من اذكى المدربين اللي انا اتعاملت معاه جدا من اذكى المدربين مستر كوبر يعني نجح خد علامه كامله جه مصر هنا خد علامه كامله حقق الاهداف المطلوبه منه ما عدا بس النهائي جيت بتاع بعد 3 بطولات بتطلع من بطولة افريقيا نسخ تطلع منها ما بتشاركش فيهم وجيل خلص وبتبتدي مع جيل تاني ما بيلعبش على جمهور ما لعبش في نفس المستوى بتاع تلعب غانا وتلعب الكاميرون ونيجيريا في نيجيريا ويبقى المنتخب اللي قدامك كله بيلعب في الدوري الانجليزي وفي مانشستر سيتي وفي مانشستر يونايتد ان يعمل اهداف للمرحله ويلعب بامكانيات المرحله ده كان ذكاء جدا من مستر كوبر وكان موفق فيه هو عرف يلعب في ظروف المرحله. انا من الناس اللي انا اشتغلت معاهم هو ليه تكتيك معين وفي التكتيك ده بيتبعه من اكبر المدربين في العالم زي مورينيو يلعب هو شايف ان التكتيك ده بيشتغل معاه كويس لكن بيحقق له اهداف وفي ظل ده يمكن التكتيك ده بيظلم ناس معينه في الملعب زي المهاجمين ولما انا في مره جيت اتكلمت قبل كده كنت في لقاء واتكلمت عن الموضوع ده يمكن كذا حد زعل مني لكن انا مش قصدي ان انا هاجم هو الطريقه بتاعت مستر كوبر بتخدم المنتخب ككل ما بتخدمش لعيب معين لكن بصفه ان محمد صلاح اللعيب الوحيد اللي في الطريقه دي طبعا ما شاء الله على محمد صلاح يعني انت بتتكلم في حد بتاع احسن لعيب في العالم وحاجه حاجه تفرح لينا كلنا طبعا. وبالامكانيات دي لازم تستغله يعني انت بقى لعيب عندك زي محمد صلاح وما تقولش ما تستغلش امكانيات ده ليفربول بامكانياته بتستغل محمد صلاح محمد صلاح بتستغل رونالدو بالظبط الارجنتين بتستغل ميسي بالظبط فالموضوع ملهوش دعوه خالص ان انت لكن هو طريقه لعبه والتكتيك اللي بيشتغل بيه مستر كوبر كان في حته الدفاعيه غالبه شويه عن الفرقه وهو كان شايف ان دي كمان الحاجه المناسبه للمرحله في ناس بتقول لك لا اصل اللعيب المصري على فكره احنا امكانياتنا عاليه بس هو لعب على ما لعبش على امكانيات اللعيب هو لعب على امكانيات المرحله ودي فرق ما بين الناس اصل احنا امكانياتنا عاليه يعني تريزيجيه ومحمد صلاح وكذا وكذا واحنا نهاجم ونفتح الملعب العناصر او الاسماء كويسه عندنا في المنتخب بس المرحله مش كويسه انت جيت بعد مرحله انت بتطلع من 3 نسخ ومعاك ابو تريكا ومعاك 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 وجبت جيل يعني ما بيلعبش على جمهور وما ما تنافسش وما عملش منافسات والكوره واقفه والدنيا واقفه في مصر وما فيش منافسات ولا بتلعب غانا وبتتغلب من غانا وبتتغلب من كذا وبتاع وبتلعب وهو جه بقى يعمل جيل مفروض ان انا النهارده كسبت نيجيريا كسبت غانا اللي كسبتني مش مره ولا 2-3 مرات كسبت المغرب اللي كان ليا فتره فعلا وتيجي ورحت كاس عالم وتيجي تقول لي ان لا ما اللي ينكر ده بصراحه يعني يبقى عنده مشكله يعني اتظلمت انك ما رحتش كاس العالم؟ هل هم كانوا متواصلين معاك اصلا قبل؟ انا كان لغايه يعني لغايه قبل اخر معسكر والاسامي انا موجود موجود وكان في تواصل من الجهاز الفني وبعدين خدوا القرار يعني بس استقبلت القرار ده ازاي؟ يعني
كان صعب جدا، كان مميت يعني بصراحة. بس من يعني كان 72 ساعة ممكن فعلا من الأوقات اللي عيطت في الكرة فيها. عيطت؟ وكنت لوحدي في فنلندا، ورحت فنلندا ده كله عشان المنتخب والظروف كان صعب قوي. يعني كل اللي انا عملته طلع قدام وشي يعني. كان موضوع يعني صعب جدا، وما كانش حد معايا، كان مراتي مش معايا، وكانت مراتي في القاهره، وما كنتش يعني لا يعني ما كنتش يعني كنت شايف ان انا في جنوب افريقيا اشتغلت وخدت احسن لعيب ورحت فنلندا عشان ظروف. لكن انت لما بالظروف بتعاند لعيب فتره كبيره مش ممكن ما تتعاطفش معاه. وانا حسيت هو ده اللي حصل، الظروف ما خدمتنيش كتير. هو عارف، خلي بالك مستر كوبر من الناس اللي قعدت معايا وجات قالت لي كده بالظبط، والله يا امير والله يعني قالت لي انت من الاسباب اللي انا وافقت ان انا اجي امرن المنتخب. والله كده والله. وربنا يشهد على الكلام اللي انا بقوله، ان هو جه وسأل محمود فايز، قال لي كان موجود كان بيتفرج على ماتش كنت موجود فيه انا وطبعا كابتن محمد صلاح وكابتن نني وتريزيجيه، وقال لي على الاسامي بالظبط كده. قال لي من الاسباب دول، احد الاسباب او الاسماء دي، انا شفت إن الناس دي هتسمع كلامي وهتنفذ وتعمل، وعندهم الامكانيات ان هي تشتغل على شغل. لكن انت عارف ان هو فعلا وقف معاه كتير، هو كان معروف جدا مؤمن، بس انا في التمرين التمرين وفي الماتشات اللي كان بخطوط اللي بيحطها كنت بشتغل عليها، لان كان في فيديو بعد كل ماتش يعني زي الفرقه ماشيه على خطوط، فهو كان بيحب الكلام ده، فانا كنت بعمل ده جزء من نجاح لعيب مع مدرب، انا كنت بسمع الكلام وهو ليه قرار في الاخر. وهو كان مؤمن ومؤمن بلعيبه كتير جدا، وكان عامل تيم قوي بالظبط، فما كانش حد عارف يدخل جوه. تيم حافظ طريقه اللعب اللي هو بيلعب بالظبط. هو وصلنا لطريقه ان احنا الناس بقى تنتقد مش تنتقد، النتيجه ما بتجيش، او يقول لك النتيجه حظ. حظ بيجي طبعا، ليس الانسان الا ما سعى. صح، احنا كنا بنشتغل عشان النتيجه تبقى كده. كانت مفاجاه برضو ان كوكا ما يروحش مع منتخب كاس العالم. كانت مفاجاه قويه بصراحه، كانت قويه خصوصا ان هو دخل المعسكر. يمكن ما دخلش المعسكر، هو دخل كانت المعسكر. هتبقى الصدمه اكبر يا عمرو لو دخلت جدا. المعسكر طبعا طبعا. وبعدين انت بتختار فيلود واحد تروح بيه يعني دي حاجه غريبه برضو. ده هيخليني اسالك يا عمرو، هل مصر فعلا بتعاني من ازمه في المهاجمين؟ لا لا خالص. النهارده انت بتتكلم في الدوري كله، لما انا عايز فيرود افريقي ماشي جيب فيرود افريقي. الفيرود الافريقي اللي هو بيبقى ليه الاولويه ان يلعب، الفيرود المصري لو ما جابش جون ماتش ولا اتنين بيتاثر والناس بتاثر عليه وبيبقى عليه ضغط جامد. الفيرود الافريقي لما بيجيبش ماتش وجونين ماتش او ماتشين الناس بتصبر عليه عشان هو فيرود مباراه. فانت النهارده عليت نسبه الفيرود كام فيرود يعني. انت في اماكن ما فيش فرقه ما فيهاش فيرود افريقي، ما فيش فرقه فعلا فعلا دلوقتي في مصر، وانت بتدفع له وبتجيب وتعاقد ونادي وبتاع. فالموضوع طبعا لازم ياثر طبعا. لازم ياثر لازم ياثر حتى على عليك كان انت عايز تبقى موجود في الملعب بدنيا طبعا. نفسيا فنيا. لكن مصر مليانه بالفراوده يعني بصراحه. يعني مين ابرز المهاجمين المتواجدين في الساحه المصريه الفتره دي؟ يعني بعيد عن الاهلي طبعا، لان انا هقول لك طبعا ازارو او مروان وصلاح دي حاجه طبعا لانهم كلهم صحابي وعارف امكانياتهم عاليه جدا. لكن انا كعمر يعني بحب يعني شايف لعيب شايف فيرود كويس وعجبني طريقه لعبه عمر السعيد قوي. عمر السعيد لاعب نادي الزمالك مهاجم جيد الحقيقه. عجبني طريقه لعبه. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن راي الجمهور في افضل هدف في تاريخ عمر جمال حتى الان، ونرجع مره ثانيه. احسن هدف لعمرو جمال افتكره هو في ماتش الزمالك الاهلي والزمالك، رمضان صبحي اداله كوره جابها جول جميل مع نادي انبي في الدقيقه 94، كانوا مغلوبين 1-0 وعمرو جمال جاب هدف التعادل. طبعا الهدف اللي جابه في المصري قبل ما يسافر طبعا ده كان هدف فرحنا كتير جدا يعني، والله يبارك له. طبعا عمر جمال، طبعا عمرو جمال من الشخصيات الكويسه وابن النادي الاهلي، وانا متفائل له خير جدا 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 جدا. وهو كفايه اصلا وشه البشوش وهو بيلعب وطريقه لعبه طبعا يعني ده بيزود حاجات في النادي الاهلي، ولعيب طبعا لازم نحترمه ولازم الجماهير كلها تقف جنبه ولازم ندعمه.
ولازم السوشيال ميديا على الأقل لازم تدعم اللعيب اللعيبة كلها اللي طالعة في النادي الأهلي الناشئين. وعمر جمال طبعا لعيب ما ينفعش النادي الأهلي إنه هو أصلا يستغنى عنه، ده لعيب كويس وأنا شخصيا أنا بحبه. يعني اهداف كتير زي ما شفنا كده من خلال التقرير اللي فات ده ان في اهداف طبعا عجبة جمهور النادي الاهلي من الاهداف اللي احرزها عمرو جمال. بقول لك يا عمرو، عايز اسالك سؤال مهم جدا. كم بطوله انت ساهمت فيها بشكل رئيسي ان النادي يفوز بهذه البطوله؟ يعني انت شاركت في بطولات كتير، ممكن بعض البطولات يكون كان ليك دور فعال فيها وبعض البطولات ما كانش ليك دور كبير لكن بتحسب لك برضه. ايه ابرز واهم البطولات اللي انت حسيت ان انت فعلا جبت بطوله للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي فريق جماعي، الفرقه كلها هي اللي بتاخد بطوله طبعا. طبعا فممكن انا اخد من سؤالك يعني مثلا ان انت مثلا عشان تبقى مثلا ساهمت جامد يبقى هداف البطوله او اكتر لعيب اخد اسيستات، انا يمكن السوبر طبعا، بعد طبعا سوبر افريقي، سوبر افريقي مع سباكسيون كنت جايب جونين في الماتش، كاس جبت 5 جوان كنت هداف البطوله، كونفدراليه هداف الفرقه انا كنت هداف الفرقه كان جون ساعتها 5 جوان هداف الكونفدراليه، الكاس طبعا الدوري بتاع 2013 2014 كنت هداف الفرقه. ال شايف ان الصليبي عطلك شويه يا عمرو؟ لازم يعطلني طبعا، لازم يعطلني الصليبي، ممكن تشوف وقتها الصليبي لما يجي لك في النادي الاهلي يعطلك في النادي الاهلي. طبعا ان يجي لك اصابه طويله في النادي الاهلي بتعطلك. النادي كان جاي لك عروض قبل الصليبي على طول؟ ها كان جاي لي اتلانتا وكان فالنسيا بيكلم النادي، بيكلم كابتن علاء ابصادي وقعدنا واتكلمنا وكابتن باشمهندس محمود طاهر وعدني ان انا في الفتره دي ان انا اقعد، ولو لا في مهاجم سوبر هيسيبني في شهر واحد، وقال لي انا مش عايزك تطلع وتقول انا عايز احترف، انا بقول لك لو عايز تطلع تعمل الكلام ده اطلع من دلوقتي، امشي من دلوقتي، من النادي مش هيقف على حد. قلت له انا عايز اقعد رقم واحد زي ما انا في النادي، وهو الاول مجال الصليبي ودي عاده النادي على طول، راح معدل عقدي وبتاع عشان انا كان قبلها باسبوعين كنت واخد الموقف ده من غير ما اعرف ان سبحان الله ان انا اتعور ولا يحصل لي اي حاجه. يعني انت كنت مقرر كده قبل الاصابه انك تكمل في النادي؟ كلموني وقالوا لي انت الفيرود اللي شغال والدنيا قلت لهم انا هقعد في النادي، انا هقعد، انا النادي الاهلي رقم واحد الموضوع، وانا واقف على رجلي كان الموضوع. طب ده هيخليني او فكرني بواقعه مهمه جدا. في وقت كنت انت لسه طالع وكنت متالق بشكل كبير مع النادي الاهلي وكان عقدك خلاص بينتهي وكان في مفاوضات يمكن كانت طويله شويه ما بينك وما بين النادي الاهلي، وانت طلبت طلب ساعتها في التوقيت ده على ما اتذكر ان انت عايز تقعد مع الكابتن محمود الخطيب. احكي لي كواليس القصه دي وتجديد العقد. القصه دي كانت امتى بالظبط؟ دي كان في 2011 2012 بالظبط. كويس. فانا كان عقدي خلص في النادي وابتديت لعبت اول ماتش بتاع المحله جبت جول وكان عادي خلص كويس. فانا كان جالي فرقه في اوروبا، كان مستر سميح ساويرس كلمني في لوزيرن وقال لي انت لعيب كويس وكده واحنا شايفين ان انت تبقى اضافه هناك واحتراف وتبتدي وسويسرا وبتاع. بس جيت رجعت للنادي والنادي حب يجدد ويتكلم، بس كنت حاسس ان انا مش يعني الناس مش مهتمه بيا ولا مش حاسس ان مش حاسس ان الفتره دي من انت من اولوياتهم. لا موجود مثلاً. بقى يعني موجود ناس يعني كتير. معلش انا اتمرنت مع كل الفرق، انا اتمرنت مع كابتن احمد بلال واتمرنت مع الكابتن اسامه حسني وكابتن فضل وكنت بتمرن ودخلت معاهم ماتشات وقعدت على الدكه معاهم ماتشات واتنافست مع وجد يعني ومتعب وفرانسيس لا متعب حاجه ثانيه بقى ودخلت مع ناس كده يعني انا كنت في وقت الموضوع كان لا الراجل اصلا يتمرن في الفريق الاول يعني الراجل يتمرن في الفريق الاول. فالواحد في الفتره دي فحسيت كده. فبعدين بصراحه يعني من غير ما اطلب يعني لقيت كابتن خطيب عايز يقعد معايا. والله لقيت كابتن خطيب عايز يقعد معايا ولا خط حد جابني بعربيه. خلي بالك دي حاجات قليله جدا كابتن محمود الخطيب يطلب ان هو يقعد مع ما كانش العيبة. قاعد غير من ما كانش قاعد مع حد غير وتريكا او بركات في فتره وجه ان هو يكلمني واقعد معايا فقال لي انت عندك، قلت له لا ما فيش مشكله، خدت العود رحت ماضي على طول ما فكرتش على طول وما اتكلمتش في حاجه. قال لي شد حيلك بس في كام ماتش، وفعلا يعني حسيت ان انا طالع كده طاير فاهم طاير ان انت كنت قاعد مع بيبي لان المكالمه الكلام كان
ان انا تقعد مع حد ان هو حاسس ان هو مبهم تقعد مع الخطيب مره. لا يعني الموضوع ما كانش موضوع امضى خالص. عايز احس ان انا هل يعني انا هبقى يعني هيبقى ليا ليا تواجد يعني وليا اهميه وسط القصه دي ولا وانا حتى وعد ما بينتهي مش الناس مش مهتمه بيا. فمن مره واحده ان مش مهتمين بيك وانت عقدك بينتهي للاهتمام ده، لا مش موضوع عقد، هو انا نفسي في حاجه نفسيه كده زي اللعيب بيوصل لمرحله. فرقت معاك الجلسه دي جدا. مع انا بعدها الدنيا بدات تفتح وهو قال لي اتشطر بس جيب 6 جوان. انا في الموسم جبت بتاع 22 جون في الموسم ده. الدنيا مشيت يعني الحمد لله. وضعك دلوقتي في النادي الاهلي من حيث العقد الخاص بيك مع النادي، هل جددت؟ هل انت اصلا لسه عقد؟ انا كنت مجدد قبل ما اطلع. قبل ما تطلع قبل ما اطلع عارة، والنادي كان حاطه على السيستم ما كنتش اعرف يعني الموضوع ده. وبعدين لما جه في شهر 1 والنادي قرر ان هو يعني النادي فعل العقد يعني وبتاع، العقد الاهلي العقد كان موجود اوريدي على السيستم وكده وخلاص. فانا موجود ل 2021 موجود في النادي، وان شاء الله السنين الجايه هتبقى موضوع مختلف ان شاء الله باذن الله مع عمرو. الناس تشوف عمرو بشكل مختلف. البعض كان معتقد ان عمرو قدامه 6 شهور عقده يخلص مع النادي الاهلي. انا كنت فاكر كده. انت كنت فاكر لان كده. انا ما كنتش بعد طلبوا مني التجديد تاني في وانا رايح الفرقه بتاعه البرتغال طلب مني التجديد تاني ف كنتش فاهم فافتكرت ان هو العقد القديم اللي موجود وبتاع، والناس بدات تكلمني عن كده بس انا ما كنتش مهتم عن كده. لان انا يوم ما امشي من النادي يمشي والنادي بيقول لي النادي يقول لي مع السلامه، لا امشي بطريقه تليق باسم باللي انا عملته في النادي، وقبل ما تليق باسم تليق باسم النادي الاهلي يعني مش اقل من النادي. اصل النادي ما قللش معايا في حاجه او يعني النادي من اول يوم هو اللي جابني وانا عندي 17 سنه. انت مبسوط ان انت مكمل في الاهلي يا عمرو؟ انا مبسوط طبعا لان بيتي ومكاني، ده مكاني وبيتي يعني من وانا عندي 16 سنه. فانت ان انت تبيع عشره بالطريقه دي وكده طول ما انت قادر تنافس وواقف على رجلك اتنافس وقاتل لان ده مكاني يعني فاهم. وفي منافسه شريفه وكل المنافسه بتصب بالفين يعني. ما هو انا النهارده لما اشتغل جامد في التمرين وما العبش انا واللي يلعب التاني هيبقى قد المسؤوليه. طيب بالتالي ان البعض كان معتقد ان انت بما فيهم انت ان انت كان ناقص 6 شهور في عقدك، كان طبيعي جدا ان بعض الانديه تفكر انها تتكلم معاك، وكان الحديث دايما على نادي الزمالك ان هو بيتكلم مع عمرو جمال، وبعض يعني الاحاديث اللي طلعت والاخبار اللي طلعت في الاعلام والمواقع بشكل عام ان الزمالك فتح خط مع عمرو جمال، هل الكلام ده فعلا حدث؟ بص انا ما فيش حد مسؤول ان الزمالك كلمني عشان تبقى حاجه، ما فيش اي مسؤول ان الزمالك كلمني. كل الناس اللي كانت بتحاول تدخل من المواضيع دي كلها ناس بره يعني بره مجال المسؤولين يعني. وما كانش في كلام كتير في الموضوع لان انا ما كنتش فاتح السكه اصلا، ما كانش في سكه في الموضوع اصلا طريق الكلام يعني. هو مش هادي مش حتى بالطريقه مش يعني، لكن ولا في مسؤول كلمني ولا حد كلمني. كان في ناس عايزه تدخل في الموضوع غير مسؤولين يعني بس انا يعني ناس كانت بتحاول تتوسط. بالظبط بس ما حدش عارف يدخل يعني. طيب عايز اسالك اسئله سريعه كده عشان خلاص الوقت بيدهمنا، وتحديدا عايز اسالك على علي معلول. انا عارف ان انت قريب منه جدا علي معلول من ساعه ما جه مصر والنادي الاهلي. شايف اسباب واسرار تالق علي معلول خلال الفتره الاخيره بالتحديد مع النادي الاهلي ايه؟ ويعني علي من ضمن اللاعبين اللي جمهور النادي الاهلي بيحبهم بشكل دي حقيقه. علي يستاهل الحب اللي بيحصل معاه ويستاهل اللي بيحصل معاه. علي بجانب ان هو لعيب قوي جدا ولعيب امكانياته عاليه، عائلته عاليه، عارف يتعامل مع الوضع في مصر كويس قوي، وعارف يتعامل مع تيشيرت النادي الاهلي، ودي حاجه وشخصيته تناسب النادي الاهلي مع الامكانيات العاليه دي. فهو ده الشكل اللي بيظهر بيه على معلول. متوقع النادي الاهلي السنه دي يحقق الدوري ودوري ابطال ده هدف لازم يحصل، غير كده يبقى احنا كلاعيبه اثرنا في حق نفسنا قبل ما يكون اثرنا في حق نادينا يعني. عدي وتالي اخبارهم ايه؟ كويسين الحمد لله مطلعين عيني. مين بقى اكتر واحد تعبك فيه؟ عدي. مع ان تاليا برده شكلها شقي شويه. لا تاليا متشرده. متشرده والله. بس هي بتقلد مين؟ عوداي بس. ربنا يخليهم لك طبعا، واكيد ده تبقى حاجه ونعمه من عند ربنا الحمد لله. يعني عمرو انا اتبسطت جدا ان انت كنت معايا النهارده، واكيد حلقه كانت مهمه جدا ورائعه وكلمنا في عديد والعديد من الامور. نورتني وشرفتني. طبعا وانت كمان، انا كنت مبسوط ان انا معاك خصوصا انت امير يعني، والناس انت من الناس البرومسنج هنا في النادي، وهيبقى ليك ان شاء الله مستقبل كبير. وحابب ان انا اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي واقول لهم ان هم النادي الاهلي في فتره محتاج دعم الجمهور في كل حته، في مدرج، في السوشيال ميديا، في كل حاجه.
شجعوا النادي وخليكم ورا النادي ومش هقول لكم اشخاص، لان في الاول وفي الاخر كلنا بنغلب اسم النادي، وانا مستني دعمهم في الفتره الجايه لان ده هيفرق معايا نفسيا جدا مع عمرو جمال ان شاء الله. بتتاثروا انتوا كلاعيبه بغياب الجماهير؟ جدا يعني. بص منظر امبارح وبص منظر طبعا موضوع مختلف. نورتني وشرفتني يا عمرو، كانت حلقه رائعه وانا انبسطت طبعا. مش عايزين ننسى ان احنا نعزي جمهورنا طبعا، 74 شهيد في القلب وفي الجنه باذن الله، ونفضل نخلد ذكرانا حتى نلقاهم ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني، وبتمنى لك دايما التوفيق وترجع تتالق ان شاء الله مع النادي الاهلي. شكرا جدا. هتقطع بلاي ستيشن ثاني امتى؟ قريب. التوفيق دايما عمرو. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده مع احد نجوم النادي الاهلي ومهاجمين النادي الاهلي منتخب مصر عمرو جمال، واكيد كان حديث شيق وممتع، واتكلمنا فيه كمان في العديد من الامور اللي بتخص عمرو جمال وبتخص النادي الاهلي، وبكل تاكيد كمان بنتمنى له كل التوفيق ليه وكل التوفيق لزمايل عمرو جمال في الفريق، عشان ان شاء الله يقدروا يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي دائما وابدا زي ما احنا متعودين دايما من فريق النادي الاهلي، وعندنا تحديات وبطولات هامه جدا ان شاء الله النادي يكون موفق فيها بشكل كبير. كنت معاكم على مدار 3 ساعات ونصف بصحبة زميلي العزيز محمد الجندي في فقرات هامة جدا من حلقة الأهلي الليلة النهاردة. استنونا وحلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير.